السلام عليكم. نبلش اليوم في chapter 9. chapter 9 بيحكي عن design of permanent joints. إذا أنتم ذاكرين chapter الماضي chapter 8 كنا نحكي برضو عن joints, بس هناك كنا نحكي عن non-permanent joints. هون نحكي عن permanent joints. الطرق المستخدمة عشان نساوي permanent joints بيشمل welding, بيشمل soldering, cementing, bonding وأشياء زي هيك. طيب احنا بشكل عام هون راح يكون تركيزنا على موضوع الويلدنج, وبالتحديد هون راح نكون نحكي عن الفيوجن ويلدنج. فيوجن ويلدنج اللي هو خلاله بصير ميلتنج للبيز ماتيريال وبنضيف لها كمان اديشنال فيلر ماتيريال. طيب بشكل عام اذا اجينا نقارن ما بين طريقتين عشان نسوي جوينتس اللي هي نون بيرمننت زي اللي شفناها في الشابتر الماضي والبيرمننت تحديدا باستخدام الويلدنج, البيرمننت جوينينج بعطينا سيجنيفيكانت سيفنجز, وبرضه بشكل عام ممكن نحكي انه بعطينا سترينث افضل مقارنه مع النون بيرمننت جوينينج لسبب بسيط جدا. هنا بيكون الكوست اقل عشان نساوي اليمينيشن اول شيء لعمليه الدريلينج, ما نحتاج نساوي هولز, وبرضه ما بنحتاجش الاديشنال كوست تبعت الفاسنرز. طيب بس بشكل عام احنا في بعض الحالات بنكون مضطرين انه نساوي نون بيرمننت جوينت باستخدام الفاسنرز لما نكون فعليا في حاجه انه نفك الجوينت عشان الاسمبلي او اي شيء زي هيك. بس فعليا اذا ما كناش مضطرين انه نفك الجوينت تبعتنا لاسباب لها علاقه بالمينتنس, ففعليا الافضل انه نستخدم البيرمننت جوينت. طيب فراح يكون تركيزنا هنا على الويلدنج. ففي البدايه بدنا نتعرف على الويلدنج سيمبلز. الويلدنج سيمبلز هي عباره عن ستاندرد سيمبلز تستخدم في الانجينيرنج دروينجز, من خلالها نظهر سبيسيفيكيشنز تبعت الويلدنج. فعليا يعني كديزاينر لما بده يطلب مثلا ويلدنج في مناطق معينه في اي اسمبلي, فعليا بيحدد هاي المناطق وين بيكون الويلدنج, شو مواصفات هذا الويلدنج باستخدام هذه السيمبلز اللي بنسميها الويلدنج سيمبلز. فخلينا نتعرف على الويلدنج سيمبلز. هسه طبيعي في اكثر من ستاندرد للويلدنج سيمبلز. احنا هنا راح نستخدم الامريكان ويلدنج سوسايتي ويلدنج سيمبلز. هسه هي شوي فعليا تختلف عن الايزو ويلدنج سيمبلز, بس عندنا في الكتاب هنا زي ما حكيت نستخدم الامريكان ويلدنج سوسايتي سيمبلز, وفعليا هي برضه مستخدمه بشكل كبير. طيب الويلدنج سيمبل اول شيء بيكون في عندنا هذا الخط الافقي نسميه ريفرنس لاين. طيب على احد اطراف هذا الخط الافقي, يعني ممكن من هذه الجهه او من هذه الجهه, بيكون في عندنا هذا الارو, والارو فعليا بيأشر على المنطقه اللي بده يكون فيها الويلدنج. طيب الخط تبع الارو كمان مره ممكن يكون من هذه الجهه او من هذه الجهه, ممكن يكون في اي اورينتيشن, يعني مثلا هاي الريفرنس لاين ممكن نحط الارو من هنا باي اتجاه بدنا اياه, برضه من هنا ممكن نحطه باي اتجاه بدنا اياه, بس طبيعي مش من الجهتين يعني من جهه واحده, بس ما بصيرش انه الارو تبعنا يكون افقي يعني على امتداد الريفرنس لاين. طيب فبيكون في عندنا ريفرنس لاين افقي, غير هيك في عندنا الارو باشر على المنطقه اللي راح تكون فيها الويلدنج. طيب اول شيء بدنا نطلع عليه هنا بيكون في عندنا شكل معين, اما راح نشوفه تحت الريفرنس لاين او فوق الريفرنس لاين او على جهتين. هذا الشكل هو شيء نسميه البيسك ويلد سيمبل. البيسك ويلد سيمبل اللي هي احد هذه الاشكال. خلينا نطلع على الاشكال اللي هنا اللي هي زي ما حكينا ممكن تكون تحت ممكن تكون فوق ممكن تكون على جهتين. هسه فعليا اذا هذا كان من تحت, الجهه اللي تحت اللي هي الجهه اللي باشر عليها السهم, الجهة اللي فوق اللي هي الجهة المعاكسة أو المقابلة. فإذا كان من تحت معناته على جهة السهم, إذا كان من فوق معناته على الجهة المقابلة للنقطة اللي بأشر عليها السهم, إذا كان فوق وتحت معناته موجود على الجهتين زي ما رح نفهم هسه من خلال الإكزامبلز. طيب البيسك ويلدنج سيمبل فعليا بحدد لنا شو شكل الويلدمنت اللي موجودة عندنا. فممكن يكون عندنا شكل من هذه الأشكال, مثلا ممكن يكون عندنا شكل زي هيك, هذا بنسميه بيت. البيت فعليا يعني لما يكون عندنا خط الحام موجود على السطح الخارجي, بغض النظر يعني موجود على السطح الخارجي للبليت او موجود على السطح الخارجي عند منطقه التقاء تو بليتس مع بعض. طيب هذا يسموه بيت, يعني ما لهش استخدام كثير في الجوينينج. طيب النوع الثاني فعليا مستخدم بشكل كبير اللي هو فيلت ويلد.
فيلت ويلد طبيعي نستخدمه لما يكون في عنا سطحين ملتقيات مع بعض وفي بينهم زاوية 90 درجة، فبتساوى بين هذولا فيلت ويلد. طيب غير هيك في عنا بلاك أور سلات. طيب بلاك أور سلات هذه بيستخدموها عادة عشان يثبتوا بليتس مع بعض، لما مثلا عنا تو بليتس زي هيك راكبات فوق بعض. هسا فعليا ممكن احنا نلحم عادة على الأطراف، بس لو برضو بدنا نثبتهم من النص، فأحد الطرق المستخدمة البليت اللي فوق مثلا بيساوي فيها هول أو جروف لحد ما تبين البليت اللي تحتها. هسا هذه الهول أو الجروف بيعبوها الحام، فهذا بسموه plug or slot. ففعليا هذا الحام راح يمسك two plates مع بعضهم. طيب الشكل اللي بعده، هسا هذول كلهم هما نفس النوع من الويلدينج من ناحية الاناليسيس، من ناحية التنفيذ فعليا في اختلافات بينهم. طيب هذول كلهم بسموهم groove weld أو مرات بتتسمى butt weld. طيب groove weld كل هالأشكال تعطينا أو يعني تفهمنا إنه في عندنا groove weld. الشكل اللي بنكون شايفينه فعليا شكل الاندز او طبيعه الاند تريتمنت لما بدنا نساوي جروف ويلد. جروف ويلد عاده بتساوى مثلا ما بين تو بليتس لما يكونوا في نفس البلين، لما يكون عندنا تو بليتس في نفس البلين هذه نسميها بات جوينت، بينما لما يكونوا فوق بعض هذه نسميها لاب جوينت. طيب لما يكون عندنا تو بليتس زي هيك كمان مره، هنا انا برسم السكشنال او السايد فيو، فهي البليت الاولانيه هاي البليت الثانية، بدنا نلحم هذول الثنتين مع بعض. ففعليا إذا خلينا الإند زي ما هما، كمان مرة إحنا بنحكي هذا هو الثيكنس تبع البليت، أوكي ما هيش توب فيو، هذا فعليا سايد فيو، هذا الثيكنس تبع البليت. طيب إذا خلينا الإند زي ما هيك بارلل وعبينا الحام ما بينهم، فهاي نسميها سكوير إندز. طيب مرات بدل ما يخلوا تو إند زي هيك بيجوا بيساووا فيهم chamfer زي هيك، ممكن يساوي chamfer من جهة واحدة، إذا يساوي من جهة واحدة فهذه يسموها bevel وبيعبوا كمان مرة الحام زي هيك، ممكن يساوي chamfer من جهتين زي هيك ويعبوا هاي المنطقة الحام، هذه يسموها V. ممكن مرات إنه بدل ما يساوي chamfer خط مستقيم بيساوي إشي rounded زي هيك، ممكن يسووه من جهة واحدة أو من جهتين، إذا سووه من جهة واحدة فهذه نسميها J، إذا سووه من جهتين هذه نسميها U، وكمان مرة سواء J أو U هذه المنطقة كلها تتعبى الحام. طيب هذه كلها نسميها groove weld. من ناحية الاناليسيس هي لها نفس الاناليسيس بروسيجر بغض النظر كيف شكل الاند اللي استخدمت عشان نساوي الويلد. طيب فعلا هذه السيمبلز اللي زي ما حكينا ممكن تكون تحت او فوق على الجهتين او على الجهتين. طيب غير هيك من الاشياء اللي ممكن نشوفها هنا، ممكن مرات نشوف رقم مكتوب جنب البيسك ويلد سيمبل. لما نشوف رقم موجود جنب البيسك ويلد سيمبل هذا بيعني لنا في الغالب السايز، او مرات بيكون بيحكي عن سترينث تبع الويلد. طيب غير هيك مرات ممكن نشوف رقم موجود هنا تحت، إذا شفنا رقم موجود هنا تحت معناته هذا الويلدينج ما هوش continuous، يعني إما incremental وهذا عدد increments أو عبارة عن spot weld وهذه عدد spots. طيب غير هيك ممكن نشوف هنا هذولا رقمين بينهم داش، لما نشوف رقمين زي هيك وبينهم داش معناته إنه الويلدينج اللي عنا ما هوش continuous weld، هو عبارة عن incremental weld. طيب الرقم الأول بيكون اللينث تبع كل إنكريمنت، والرقم الثاني بيكون البيتش تبع الإنكريمنت. طيب هسا كمان مرة بالنسبة لهذه الأشياء مثلا السايز واللينث والبيتش دائما بيكون ترتيبها بنفس الطريقة اللي احنا شايفينها، يعني دائما السايز بيكون على هذه الجهة جهة اليمين، واللينث والبيتش بيكونوا على جهة الشمال، بغض النظر احنا السهم راح نحطه في هاي الجهة أو في هاي الجهة، فترتيب هذول اليمين وشمال ما بتغير. طيب اخر شيء بدنا ننتبه عليه اللي هو هذه الدائره، هسه الاصل انه بيكون عندنا الريفرنس لاين مع هذا الارو لاين. اذا شفنا كمان هذه الدائره موجوده منطقه التقاء الريفرنس لاين مع الارو، معناته هذا بيعني لنا انه الويلدينج اللي عندنا اول اراوند، يعني على كامل المحيط. طيب خلينا هسه نشوف مجموعه من الاكزامبلز ونشوف كيف بنعبر عن الويلدينج باستخدام الويلدينج سيمبلز. طيب في عندنا مجموعة من الفيجرز في الكتاب، خلينا نطلع عليهم.
أول إشي في عنا هذا فيجر 9-3. طيب هذولا خلينا نطلع أول إشي على هاي. هذه عبارة عن جوينت ما بين تو بليتس عموديات على بعض، هذه ممكن نسميها تي جوينت. طيب فبدنا نثبت هذولا تو بليتس مع بعض باستخدام الويلدينج. طبيعي الويلدينج ممكن نستخدمه في حالة زي هيك اللي هو الفيلت ويلد، فهنا مستخدمين فيلت ويلد على هذه الجهة وفيلت ويلد على هذه الجهة. هسه فعليا في الانجينيرنج دروينجز ما حدش بيورجيك هذا المثلث تبع الفيلت ويلد، فعليا شو اللي بيبين عنا في الانجينيرنج دروينجز اللي هو هذا الويلدينج سمبل. هذا الويلدينج سمبل راح يكون موجود هنا او هنا، والسهم بيأشر هنا على الكورنر. طيب فهذا بيكون موجود هنا والسهم بيأشر على الكورنر. طيب خلينا نطلع هنا، هنا زي ما احنا شايفين الشكل اللي هو المثلث، فعلى طول نفهم انه فيلت ويلد موجود تحت وفوق، معناته على الجهتين، على الجهة اللي بأشر عليها السهم وبرضه على الجهة المقابلة، والرقم اللي موجود هنا على جهة اليمين اللي هو السايز. ففعليا الخمسة اللي هنا تعني لنا انه الهايت او الليك تبع فيلت ويلد 5 ملم. طيب خلينا نطلع على الاكزامبل اللي بجنبه هنا، هذا اكزامبل مختلف كمان مرة تي جوينت. طيب بس ملحومة بطريقة مختلفة، هي عبارة عن فيلت ويلد على جهتين، بس الفرق هنا انه الويلدينج هذا ما هوش كونتينيوس، يعني هذا كونتينيوس من بداية البليت لنهايتها. طيب الويلدينج اللي هنا ما هوش كونتينيوس، هو عبارة عن انكريمنتال ويلد، وهي معطينا سايد فيو هنا عشان يوضح لنا كيف انه فعليا ما هوش كونتينيوس. طيب كمان مرة في دروينج ما بنكونش مظهرين هذول المثلثات، بيكون عندنا الويلدينج سيمبل والسهم بيأشر على الكورنر اللي هنا. طيب خلينا نطلع على المعلومات اللي عندنا، وانا زي ما احنا شايفين في عندنا فيلت ويلد على جهتين، الجهه اللي تحت يعني جهه السهم، الجهه اللي فوق يعني الجهه المقابله. طيب هنا على جهه الشمال في عندنا رقمين بينهم داش، الرقم الاول 60 اللي هو 60 ملم الطول تبع كل انكريمنت، والرقم الثاني اللي هو البيتش المسافة ما بين كل انكرمنت والثانية، وفعليا هنا المسافة منقيسها من السنتر للسنتر، أو ممكن نحكي من الطرف للطرف، فعليا مش المسافة الفارغة، المسافة من السنتر للسنتر. طيب هنا بدنا ننتبه لشغلة، إنه فعليا هذول two welding symbols مش محطوطات فوق بعض بشكل مباشر، يعني فعليا ممكن تكون محطوطات زي هيك. طيب بس هنا فعليا زي ما احنا شايفين فاصلينهم عن بعض، ففي حالة زي هيك بما انه incremental weld ومفصولين عن بعض بهذه الطريقة، فنفهم انه incremental weld على الجهة المقابلة ما هيش في نفس البوزيشنز اللي هنا، يعني فعليا incremental weld على الجهة المقابلة ما بتكونش ورا هذولا بالضبط، راح تكون يعني فعليا على الجهة المقابلة، مثلا عندنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، ففعليا يعني تكون محطوطة في نص المسافة. طيب خلينا نطلع على الاكزامبل اللي بعده هنا. هنا في عنا سيركولر تيوب، هذا دائري ملحوم على سكوير بليت اللي شايفينها. طيب هاي معطينا سكشنال سايد فيو ل زي ما حكينا سيركولر تيوب ملحوم على هذه البليت. طيب على الكورنر هنا، هنا مظهر لنا الفيلت ويلد، بس زي ما حكينا هذا الشيء ما بيكونش ظاهر في الدروينجز. طيب احنا خلينا نطلع على الويلدينج سمبل، ففي عنا هذا السهم بيأشر على الكورنر. طيب في عندنا ريفرنس لاين، في عندنا هذا المثلث والمثلث موجود تحت، فمعناته في عندنا ويلدينج على الجهه او الكورنر اللي بأشر عليها السهم، فاذا في عندنا فيلت ويلد هنا. طيب هسه 5 طبيعي 5 ملم اللي هي السايز تبع الليك. طيب غير هيك في عندنا هاي الدائره، معناته انه الويلدينج تبعنا اول اراوند على كامل المحيط، وهذا فعليا اللي شايفينه. طيب فعليا لو هذا المثلث كان لفوق ما كانش تحت، وهذا السهم بأشر على هذا الكورنر، معناته انه الويلدينج مش على هذا الكورنر، على الكورنر المقابل، يعني فعليا راح يكون ويلدينج من جوا. طيب لو كان من تحت ومن فوق، يعني راح يكون في عندنا ويلدينج من برا ويلدينج من جوا، واثنين على كامل المحيط. طيب هسه كل هذه الاكزامبلز كانت عباره عن فيلت ويلدز، خلينا نشوف النوع الثاني راح تعمل معه كثير اللي هو البط او الجروف ويلد. طيب هذه كلها نفس الشيء، هي عباره عن بط او جروف ويلد، كمان احنا لما نسميها بط ويلد عشان هذه الجوينت اللي فيها تو بليتس في نفس البلين نسميها بط جوينت، وبعدين برضه نسميها جروف ويلد عشان فعليا هذول التو بليتس بيكون في بينهم جروف، وهذا الجروف منحب من الفيلر ماتيريال. طيب
هسه هذول زي ما احنا شايفين تو بليتس الاندس تبعتهم ظلت زي ما هي ولحمناهم. هذا السهم بيكون بأشر هنا زي ما احنا شايفين شكل الويلدنج اللي عندنا سكوير جروف ويلد اللي هم هذول الخطين المتوازيات. طيب نطلع هذه الكيس. هذه الكيس في عندنا تو بليتس سووا لهم تشامفر زي هيك. هسه عادة هم ليش بيساووا تشامفر زي هيك؟ بيساووا تشامفر زي هيك لما يكون عندنا سماكة عالية. يعني فعليا هنا عندنا مثلا سماكة قليلة والبليت اكسسبل من الجهتين، فهنا فعليا ورجينا انه لحموا من الجهة اللي فوق وبرضه لحموا من الجهة اللي تحت. طيب لما ما يكونش عندنا اكسس من الجهتين يكون عندنا سماكة عالية نوعا ما، فعادة بيستخدموا هذا الشكل اللي هو في جروف، فبيساوي تشامفر من هنا تشامفر من هنا، وعادة بيتركوا فراغ بسيط ما بين التو بليتس. فهنا ورجينا في الرسمة انه تاركين فراغ مقداره 2 ملم، هاي المنطقة نسميها الروت تبع الويدمنت. طيب والزاوية تبعت الفي 60 درجة. كمان مرة السهم تبعنا راح يكون بأشر هنا المعلومات اللي معطينا اياها من خلال الويلدنج سيمبل. اول شيء الشكل اللي عندنا هو عباره عن في جروف زي ما احنا شايفين، حاطين رقم 2 هنا اللي هي يعني منطقه الروت، ففعليا بعنينا انه الروت اوبننج 2 ملم والزاويه 60، فالزاويه تبعت البي 60 ديجريز زي ما احنا شايفين. طيب هنا زي ما احنا شايفين فعليا في عندنا في جروف بس من الجهتين، يعني سوى تشامفر من فوق تشامفر من تحت، لحم من فوق لحم من تحت، فهذا الحكي مورجينه من خلال هذا الويلدنج سيمبل انه في عندنا في جروف من الجهتين. هنا مش معطينا سبيسيفيكيشن تبع الروت اوبننج، يعني اذا اعطانا اياه مفهوم شو معناه، اذا ما اعطاناش اياه معناته يعني ما فيش سبيسيفيك ريكوايرمنت. طيب اخر وحده اللي هي بنسميها بيفل، في عندنا تشامفر من جهه واحده وهاي السيمبل تبعها اللي شايفينه هون. طيب هنا في عندنا يو وجي، يعني مش كثير نستخدمهم. عموما دعما تعرفنا على الويلدنج سيمبلز بشكل عام، هسا خلينا نشوف شو الاناليسز اللي بدنا نساويها. راح نشوف كيف ممكن نساوي اناليسز لنوعين انواع الويلدز اللي هي الجروف ويلدز بشكل عام، اي شكل من هذه الاشكال من ناحيه الاناليسز هو نفس الشيء. وهذا النوع من الويلدز اللي هي جروف ويلدز او بات ويلدز تستخدم بشكل كبير في البريشر فيسلز. لما يساوي كونستركشن للبريشر فيسلز عاده بيستخدموا بات جوينتس، فبيستخدموا جروف ويلدز. طيب النوع الثاني من الويلدمنتس اللي بنستخدمه كثير اللي هو الفيلت ويلدز. فيلت ويلدز مستخدم بشكل عام بشكل كبير في الماشينز، سواء الفريمز تبعت الماشين او بعض الكومبوننتس او الالمنتس في الماشين بيلحموها مع بعض باستخدام فيلت ويلد. فالفيلت ويلد ببساطه يعني لما يكون عندنا سطحين عموديات على بعض نستخدم فيلت ويلد بهذه الطريقه. طيب هسه لما بدنا نساوي اناليسز للويلدمنت في شغله مهمه ننتبه لها. احنا فعليا راح نساوي اناليسز للويلدمنت نفسها، وبرضه لازم نساوي اناليسز للبيس ماتيريال اللي هي الماتيريال اللي مجاوره لمنطقه الويلدنج. الماتيريال اللي مجاوره لمنطقه الويلدنج فعليا مرات او يعني فعليا بسموها الهيت افكتد زون. طيب هسه في منطقه الويلدنج احنا هون بالتحديد نحكي عن فيوجن ويلدنج. فيوجن ويلدنج بصير خلاله ميلتنج للبيس ماتيريال وبعد هيك بتختلط مع الفيلر ماتيريال وبصير عندنا سوليديفيكيشن من جديد. الماتيريال اللي مجاوره للمنطقه اللي صار فيها الميلتنج ارتفع درجه حرارتها بشكل كبير بعد هيك بردت. طيب ففعليا هذا التغير زادت الحراره وقلت بيسبب لنا بعض التغيرات في المايكروستراكشر تبع الماتيريال. فبالمحصلة بصير عندنا changes في properties، وفعليا الاشي بتأثر بشكل كبير بعملية التسخين والتبريد اللي هي تشبه فكرة heat treatment اللي هو strength. ففعليا ال yield strength وطبيعي برضو كمان ultimate strength بتأثروا بهاي العملية. فلهذا السبب بدنا ننتبه انه لما بدنا نساوي analysis للbase material في المنطقة اللي مجاورة للwelding line فعليا دائما لازم ناخذ البروبرتيز تبعت الهوت رول ماتيريال. هسه الماتيريالز بيت ماتيريالز اللي موجوده في التيبلز زي ما احنا عارفين في التيبلز بعطينا لاي جريد من الكربون ستيل بعطينا بروبرتيز تبعت اتش ار اللي هي هوت رول، بروبرتيز تبعت سي دي اللي هي الكولد درون. الكولد درون الييلد سترينث تبعها اعلى، هوت رول الييلد سترينث تبعها اقل. ففعليا خلال عمليه الحرم الماتيريال تقريبا بصير لها شيء شبيه بالتمبرنج او شبيه بالانيلنج. ففي كل الاحوال حتى لو كانت الماتيريال اللي عندنا كولد درون ماتيريال
في المنطقة المجاورة للويلدنج اللي نسميها البيس ماتيريال، دائما لازم ناخذ البروبرتيز تبعت الهوت رول ماتيريال. طيب شغلة أخيرة لازم برضو تكون في بالنا لما بدنا نسوي اناليسز للويلدنج، اللي هي مسألة الريزيدوال ستريسز. الريزيدوال ستريسز اللي هي انترنال ستريسز بتظل متبقية جوا الماتيريال او متبقية جوا الجوينت من غير ما نكون اثرين باي اكسترنال لود، فعشان هيك بنسميها ريزيدوال ستريسز. هسه الريزيدوال ستريسز يعني في كثير مانيفاكتشرنج بروسيس بينتج عنها ريزيدوال ستريسز، وبرضه الويلدنج ممكن ينتج عنه ريزيدوال ستريسز. كيف ممكن ينتج ريزيدوال ستريسز نتيجه الويلدنج؟ بسبب عمليه كلامبنج، يعني هسه القطعة اللي بدناها نلحمها بتكون كلامب، فبعدين ينطبق عليها شويه ستريس وبصير الويلدنج خلال الكلامبنج، ولهذا السبب ممكن يظل عندنا شويه ريزيدوال ستريس. هسه غير هيك ممكن مرات يصير ريزيدوال ستريس بسبب التمدد اللي بيصير في الماتيريال خلال الويلدنج، خصوصا يعني اذا ما انتبهوا لدرجات الحراره ما بين باس والثاني. ففعليا يعني تخيل عندك تي جوينت، لو اجوا على جهه واحده من تي جوينت ولحموها كامله، فعليا هذه الجهه راح تتمدد وراح يبلش يصير عندنا ووربنج بهذا الاتجاه. هسه اذا لحموا الجهه الثانيه قبل ما تبرد ترجع لوضعها الطبيعي، في الاخير راح يصير عندنا ريزيدوال ستريس. طيب فهذه ريزيدوال ستريس يعني شيء ممكن يكون موجود مش ممكن نتفاداه بشكل نهائي، فلهذا السبب فعليا بندخل اديشنال ديزاين فاكتور زي ما راح نشوف كمان شوي. طيب هسه خلينا نحكي عن الاناليسس، وهنا راح نكون تركيزنا على النوعين اللي حكينا عنهم اللي هي البات ويلز او الجروف ويلز والفيلت ويلز. طيب بلش في البدايه في البات ويلز عشانها اسهل من ناحيه الاناليسس. طيب لما يكون عندنا بات ويلت، يعني كما مرة عندنا تو بليتس حطيناهم في نفس البلين، هذول هذه نوع من الجوينت نسميها بات جوينت. طيب فهذول التو بليتس ممكن يكونوا يتعرضوا لتنشن، ممكن يكونوا يتعرضوا لشير. فالولد مثل اللي عندنا اذا كانوا تو بليتس بيتعرضوا لتنشن، فبالتالي راح تكون تتعرض لنورمال تنسايل ستريس. إذا كانوا تو بليس بيتعرضوا لشير، فبالتالي الويلدمنت اللي عندنا هون راح تكون تتعرض لشير ستريس. طيب حالة زي هيك بليس بيتعرضوا لتنشن، فبطبيعة الحال راح يكون في عندنا هنا نورمال ستريس قيمته بيساوي الفورس على الكروس سكشنال اريا تبعت الويلدمنت. كروس سكشنال اريا تبعت الويلدمنت راح نحكي انها بتساوي لينث تبع الويلدنج لاين مضروب في هذا الارتفاع اللي هم نسميه ثروت. ثروت عادة ناخذ الارتفاع تبع البليت، او فعليا اذا كان عندنا تو بليتس واحدة اسمك من الثانية، الثروت نعتبره اللي هو الثيكنس تبع البليت اللي سماكتها اقل. طيب هسا الويلدمنت عادة خلال عملية الويلدنج بيكون في عندنا يعني بروز من تحت في منطقة الروت، وفي عندنا بروز برضه من فوق، هذا الجزء البارز فوق مستوى الاسطح بنسميه الريانفورسمنت. هسا الريانفورسمنت هاي بشكل عام مش راح ندخل الثيكنس تبعها لما نحكي عن ثروت اتش، ففعليا هنا لما نحكي قيمه النورمال ستريس تبعتنا سيجما بتساوي الفورس على الكروس سكشن اريا اللي هي اللينث في ثروت اتش اللي هو الثيكنس تبع البليت. الريانفورسمنت ما بتدخلش في حساباتنا لسبب بسيط، انها ما هيش يونيفورم، يعني ممكن في مناطق تكون بارزه اكثر من مناطق ثانيه، ممكن مناطق تيجي مسح لسبب معين، فاحنا بنكون كونسرفتيف ودائما نعتبر الثروت انه الثيكنس تبع البليت. طيب في حالة انه كان تو بليتس او جوينت تتعرض لشير، فببساطة رح نفترض انه في عنا يونيفورم شير ستريس ونحسب قيمته بنفس الطريقة. نحكي في عنا شير ستريس تاو قيمته بتساوي الفورس اللي هي عبارة عن شير فورس تقسيم الكروس سكشن اريا اللي هي اتش في ال. طيب بالنسبة للجزء البارز زي ما حكينا من فوق ومن تحت اللي بنسميه الريانفورسمنت. طيب هسا زي ما انتم عارفين لما يكون عندنا تغير في الكروس سكشن بصير عندنا ستريس كونسنتريشن، ففعليا راح يكون في عندنا ستريس كونسنتريشن هون على هذول الكورنرز، برضه في عندنا ستريس كونسنتريشن هون. طيب هسا البليتس عاده مصنوعه من داكتايل ماتيريالز، وبرضه الماتيريال تبعت الويلدنج الكترود تكون داكتايل، وزي ما احنا عارفين في حاله الداكتايل ماتيريالز احنا تاثير ستريس كونسنتريشن زي ما حكينا نيجليجبل عشان مسبب لنا بس لوكالي. طيب بس هون بدنا ننتبه لما يكون في عندنا reinforcement زي هيك او في عندنا stress concentration، لو كانت هذه الجوينت اللي عندنا بتتعرض لفتيج لودنج مش static لودنج، في حاله الفتيج لودنج احنا فعليا ما بنقدر نعمل تاثير stress concentration. فاذا كان في عندنا reinforcement زي هاي في عندنا stress concentration على هذه الكورنرز، فعليا ممكن يصير عندنا crack initiation هنا،
ففي حالة إنه الجوينت تبعتنا تتعرض لفتيج لودينج، هذا الريينفورسمنت بيشيلوها، بيسووا لها جرايندينج باستخدام صاروخ أو جرايندر أشي زي هيك، بيشيلوا الريينفورسمنت اللي فوق والريينفورسمنت اللي تحت عشان نتخلص من ستريس كونسنتريشن. طيب احنا هيك نكون خلصنا من الاناليسيس تبعت البات ويلدز. الاناليسيس تبعت البات ويلدز سهله، فاما نورمال ستريس او شير ستريس، او ممكن يكون عندنا كومباينيشن من الثنتين، وبرضه مش صعب نتعامل مع كومباينيشن من الثنتين باستخدام البانيس ستريس. طيب نيجي هسه للنوع الثاني من الويلدز اللي هو فيلت ويلدز. طيب الجوينت اللي شايفينه هنا هي نسميها دبل لاب جوينت، ففي عندنا بليت، حطينا بليت من فوق كمان بليت من تحت. هسه هنا في عندنا اسطح عموديه على بعض، فمستخدمين هنا فيلت ويلد ومستخدمين هنا فيلت ويلد. طيب كل واحده من هذه البليتس ثيكنس تبعها اتش، وعاده فيلت ويلد تو لينكس تبعته بيكون لهم ايكوال لينكس، يعني هذا الخط وهذا الخط عاده لهم ايكوال لينكس بحسب الستاندرز. طيب ففي عندنا هنا فورس اف اف وهنا 2 اف. خلينا نطلع على الفيلت ويلد اللي هنا نشوف لاي نوع من انواع اللودنج، الانترنال لودنج، وبالتالي ستريس تتعرض. طيب لو جينا طلعنا على هذا السطح فعليا راح نلاقي انه فعليا في عندنا فورس موازي للسطح. لما يكون عندنا فورس موازي للسطح تبع الويلد مثلا نسميها شير فورس. طيب لو جينا اخذنا السكشن تبعنا هنا وطلعنا على هذا السطح العمودي راح نلاقي انه فورس عموديه على السطح، فهذه عباره عن نورمال فورس. لو اخذنا سكشن في الويلدمنت على اي زاويه فعليا راح نلاقي انه في عندنا تو كومبوننتس للانترنال فورس، واحده عموديه وواحده موازيه، يعني واحده نورمال وواحده شير. طيب فجينا فرضنا اخذنا هذه البليت اللي هي زي ما حكينا سماكتها اتش، اخذنا سكشن في الفيلت ويلد على arbitrary angle ثيتا. طيب هنا على السكشن راح يكون عندنا فعليا فورس زي هيك، هي نفس هذه الفورس تنقسم لتو كومبوننتس، كومبوننت عمودي على السطح اللي هي نورمال فورس، وكومبوننت موازي للسطح اللي هي شير فورس. طيب هسه قيمه كل واحده من هذول فعليا تعتمد على الزاويه ثيتا، فمن التريجونومتري بيبين معنا انه النورمال فورس اف ان بتساوي اف كوساين ثيتا، والشير فورس اف اس بتساوي اف في ساين ثيتا. طيب فنورمال فورس بشكل عام راح ينتج عنها نورمال ستريس سيجما، والشير فورس راح ينتج عنها شير ستريس تاو. طيب عشان نحسب سواء النورمال ستريس او الشير ستريس يعني بدنا نقسم على الاريا، فبدنا يعني طول هذا الخط، طول هذا الخط اللي نسميه ثروت، وبدنا نضربه في لينث عشان يصير عندنا كروس سكشن اريا. فطول هذا الخط تي من trigonometry as a function of theta بيطلع معانا انه t بتساوي h على cosine theta زائد sin theta. طيب فاذا بناء هذا الحكي راح نحكي انه هذه normal force راح ينتج عنها normal stress sigma قيمته fn على الاريا، والاريا بيساوي length تبع welding line مضروب في t اللي هو الثروت تبعه. طيب غير هيك راح يكون في عندنا شير ستريس قيمته اف اس شير فورس على الاريا اللي هي كمان مره ال في تي. طيب هسه هذول تو كومبوننتس من ستريس، نورمال ستريس وشير ستريس، فعليا قيمه كل وحده منهم راح تكون تعتمد على الزاويه ثيتا وبتضلها تتغير. يعني فعليا لما الثيتا بتكون بتساوي زيرو هذه راح تكون ماكسيمم وهاي راح تصير زيرو. لما الزاويه تبعتنا تكون مساوي ل 90 درجه هذه راح تصير زيرو، هذه راح تصير ماكسيمم. طيب فبدنا نشوف الكومبايند افكت تبع الثنتين، ففي عندنا يعني هنا نورمال ستريس وفي عندنا شير ستريس بتغيروا مع الزاويه ثيتا، فبدنا نشوف الكومبايند افكت تبعهم، يعني بدنا نحسب البان ميس ستريس. طيب فلما نحسب البان ميس ستريس لهذول التو كومبوننتس من ستريس ونشوف تاثير الزاويه ثيتا على البان ميس ستريس، بيطلع معانا انه اكبر قيمه للفان ميس ستريس تتحقق لما الزاويه ثيتا تكون قيمتها 62.5 دقيقه. طيب فاذا الماكسيمم افكتيف ستريس اللي هو يعني فان ميس ستريس اللي هو الافكتيف ستريس، فالماكسيمم افكتيف ستريس بيكون موجود على بلين مايل على زاويه 62.5 درجه. فممكن نعوض هاي القيمه من الزاويه ونحسب الفان ميس ستريس وراح نحسب الفاكتور اوف سيفتي للولد. طيب فعليا يعني هذا الحكي معقد. في الديزاين كودز عاده بيحاولوا يستخدموا سمبليفايد بروسيجرز، يعني ما حدش بيحب انه يشتغل كومبليكيتد بروسيجرز زي هيك، بنحسب تو كومبوننتس وان ميسس على زاويه 62.5،
فعادة بيحاولوا يبسطوا المسألة بس بشرط إنه يكون الأبروتش تبعهم كونسرفتيف. طيب هون فعليا احنا مش راح نشتغل بهذه الطريقة إنه نحسب تو كومبوننتس، راح نحسب كومبوننت واحدة، راح نحسب بس الشير ستريس، راح نشتغل فيها عندنا بس شير ستريس، وراح نفترض إنه الفورس اللي بتسبب لنا الشير ستريس مش راح تكون اف ساين الزاوية، راح نفترض إنه كامل الفورس اف راح ينتج عنها شير ستريس تاو. فببساطة راح نحكي إنه نورمال زيرو، الشير ستريس بيساوي الفورس كاملة على الكروس سكشن اريا. طيب هسا الكروس سكشن اريا هون زي ما احنا عارفين زي حكينا ال في تي، وتي تتغير مع الزاوية، عشان نكون كونسرفاتيف برضو بدنا ناخذ اصغر قيمة من تي عشان ناخذ اصغر قيمة من الكروس سكشن اريا. ففعليا اصغر قيمة للثروت بيكون على زاوية 45 درجة. اذا ببساطة هذا هو الابروتش تبعنا، راح نحكي انه في عندنا بس شير ستريس تاو، قيمة الشير ستريس بيساوي كامل الفورس F على الاريا، والاريا اللي راح نقسم عليها اللي هي الاريا تبعت المينيموم ثروت على زاوية 45 درجة. هسا هذا الابروتش بهاي الطريقة هو عبارة عن conservative approach. ليش conservative؟ اول اشي احنا افترضنا انه الستريس اللي عندنا بس شير ستريس ناتج عن فورس كاملة، واحنا بنعرف انه تأثير الشير ستريس على الماتيريال اكبر من تأثير النورمال ستريس، يعني مثلا شير يلد سترينث للماتيريال تقريبا بيساوي نص اليلد سترينث تبع التنشن. وبرضه كونسرفاتيف عشان اخذنا المينيمم ثروت اريا على زاوية 45. ففعليا هذا هو الستاندرد بروسيجر اللي بنستخدمه في الاناليسيس تبعت الويلدمنت. ايضا نحكي انه في حالة زي اللي كنا نطلع عليها فوق راح يكون في عندنا شير ستريس قيمته بيساوي الفورس على ال في تي، تي ناخذ المينيموم فاليو اللي هي على زاوية 45 اللي هي بالتالي راح يكون قيمتها اتش في كوساين 45، كوساين 45 اللي هي 0.707، الانفرس تبعها بيعطينا 1.414. طيب اذا صفت عنا الايكويشن بالشكل التالي، تاو اللي هي الشير ستريس اللي موجود في الويلدنج مفترضين انه هذا موجود على زاوية 45، قيمته بيساوي 1.414 في الابلايد فورس F على L في H، و H اللي هي الليج تبعت الويلدمنت، اوكي اللي هي هذه المسافة طول الليج. طيب هسا خلينا نطلع على كيس ثاني. طيب هاي كمان جوينت بليت لاحمينها باستخدام تو فيلت ويلدز، واحدة هنا واحدة هنا، طول كل واحدة L زي ما احنا شايفين، والارتفاع تبع الليج اللي هو H. طيب في حالة ويلدمنت زي هاي اذا اجينا بدنا نسوي لها اناليسيس شو طبيعة الستريس اللي موجود هنا، لاحظ انه في حالة زي هاي مختلفة عن اللي كنا نطلع عليها فوق. اللي كنا نطلع عليها فوق فعليا الويلدمنت عزاوية معينة تبين نورمال، عزاوية ثانية تبين شير. هسا الكيس اللي عندنا هنا هي كيس مختلفة تماما، هنا فعليا الويلدمنت سواء اللي فوق واللي تحت وبرضه عند اي زاويه تتعرض لها شير فورس، يعني فعليا هاي الفورس بدها تحاول تسحب بهذه الطريقه. طيب اذا الويلدمنت تعرض لها شير ستريس بشكل مباشر. طيب شو قيمه الشير ستريس اللي موجود في الويلدمنت في هاي الحاله؟ طيب الشير ستريس اللي موجود في الويلدمنت بده يكون مساوي الى الفورس على كروس سكشن اريا. طيب افترضين الفورس اللي عندنا هنا 2F وهاي وهاي متساويات، فاذا هاي راح تاخذ فورس مقدارها F. طيب فبدنا نقسم الفورس F على الاريا، الاريا تبعتنا كمان مره الاريا هنا وهنا كبيره، اصغر اريا موجوده على زاوية 45، ففعليا بدنا نقسم على الاريا على زاوية 45. فبالمحصله في هاي الحاله راح نرجع لنفس الايكويشن، فاذا يعني صفت عندنا هذه الايكويشن هي فعليا صحيحه لهذه الحاله، وفعليا هي هيك صحيحه عشان هذا اللي عندنا في حاله زي هيك. وبرضه نفترض انه هذه الايكويشن صحيحه بس يعني هي كونسرفاتيف في حالات انه الويلدمنت اللي عندنا نظريا تتعرض له تنشن مش تتعرض له شير. طيب اذا صفى نفس الايكويشن هاي راح نستخدمها في هاي الحاله اللي هي دايركت شير، وبرضه اذا كانت الويلدمنت اللي عندنا تتعرض له تنشن برضه راح نفترض انه تنشن ينتج عنه شير. طيب فإذا شفنا بالنسبة لهذه الحالة كيف ممكن نحسب الشير ستريس اللي موجود في الويلدمنت. طيب هسا إذا الفورس اللي عندنا هنا كانت إكسنتريك فورس، يعني بدل ما تأثر في السنتر مثلا كانت تأثر هنا،
أو بدل ما تكون eccentric force لو كانت هذه الforce تبعتنا lateral force تأثر بشكل عمودي. طيب في هاي الحالات فعليا راح يكون عندنا أكثر من component من shear stress اللي موجود في الweldment. ففي حالات زي هيك راح يكون في عندنا two components، واحدة بنسميها primary shear وشوفنا فعليا كيف نحسبها اللي هي باستخدام هذه الإيكويشن. هذه الإيكويشن تعطينا قيمة primary shear. طيب غير عن هيك راح ينتج عندنا secondary shear، فبدنا نشوف هسه كيف ممكن نحسب قيمة secondary shear اللي هو راح يكون ناتج عن المومنت أو التورك اللي راح نشوفه في حالات إذا كانت هذه force eccentric أو lateral. طيب فخلينا نشوف هسه stresses في welded joints تعرض لتورشن. طيب هاي في عنا هنا بليت ملحومة على هذا السطح، فمثبتينها على شكل كانتليفر بيم. طيب كيف ملحومة؟ ملحومة باستخدام two welding lines، هاي واحد هنا هاي واحد هنا. فعليا هذا السهم بيكون بيأشر على الخط عشان يحكي لنا انه في عنا welding على امتداد هذا الخط وعلى امتداد الخط المقابل على الجهة الثانية. فإذا هنا اللي شايفينه هي عبارة كانت اللي بيم مثبتينها باستخدام خطين الحام، هم عبارة عن فيلت ويلز زي ما احنا عارفين. طيب فبدنا نشوف شو طبيعة اللودينج وشو طبيعة ستريسز اللي راح تكون موجودة في الويلدمنت. فعشان نشوف طبيعة ستريسز اللي موجودة في الويلدمنت، أول إشي بدنا نحدد السنترويد تبع الويلدمنت. فالويلدمنت عبارة عن خطين زي هيك لهم نفس الطول، فهذا راح يكون السنترويد تبعهم. فبما انه هذا السنترويد تبعهم راح ننقل تاثير هذه الفورس عند السنترويد. فلما ننقل تاثير هذه الفورس عند السنترويد راح تكون عباره عن فورس عموديه بهذا الشكل، راح نسميها V عشان هاي هي الفورس راح تنتج عنها البرايمري شير اللي حكينا نحسبه زي ما شفنا فوق. طيب غير هيك راح يكون في عندنا مومنت اللي هو فورس في الديستانس لهنا، هذا بعطينا مومنت. طيب هسه هذه الفورس اللي هي نسميها دايركت شير فورس راح ينتج عنها شير ستريس اللي سميناها برايمري شير، ونحسب باستخدام الايكويشن اللي مرت علينا فوق. فاذا نحكي اول شيء راح يكون عندنا برايمري شير ستريس قيمته بيساوي الفورس على كروس سكشن اريا تبع الويلدمنت، والكروس سكشن اريا تبع الويلدمنت بناخذ على زاويه 45 اللي هو الايكويشن اللي استخدمناها فوق. طيب هسه غير هيك هذا المومنت بالنسبة لهذه الويلدمنت هو فعليا برضو راح يسبب فيها شير. طيب فبدنا نحسب الشير ستريس اللي ناتج عن هذا المومنت. طيب عشان نحسب الشير ستريس اللي ناتج عن هذا المومنت بدنا نشوف هذا المومنت بالنسبة للويلدمنت هو ببين زي ايش. فعليا انت لما بدك تحكي انا بدي اطلع على ويلدمنت دائما بدك تكون تطلع على الويلدمنت بحيث انك شايف الخطوط. يعني كمان مرة لو تطلع من هنا انت شايف نقطة او مثلث، انت هيك ما بتطلع على الويلدمنت، عشان تطلع على الويلدمنت لازم تطلع من هنا. طيب فاذا احنا هسه نطلع هيك على الويلدمنت يعني شايفين الخطوط تبع الحام. طيب بالنسبه لهذول الخطوط تبع الحام بما انه الويلدنج عباره عن خطين متوازيات زي هيك، هذا المومنت فعليا بيحاول يسبب تويستنج في الويلدنج. فهذول تو ويلدنج لاين بيتعرضوا لتويستنج زي اللي بصير في حاله الشافتس. طيب فهذا مع انه يعني فعليا نظريا بالنسبه لنا هو عباره عن بيندينج مومنت، هو بيندينج مومنت بالنسبه للبيم، بس بالنسبه لهذول التو ويلدنج لاينز هو عباره عن تورك. كمان مره بدك تطلع عمودي تكون شايف الويلدنج لاينز فبتعتبر هذا هو الاكسس تبعك، والمومنت برضه حواليه نفس الاكسس اللي طالع لبرا الصفحه فبنعتبره تورك. طيب ايضا بدنا نحسب قيمه الشير ستريس الناتج عن تورك. الشير ستريس الناتج عن تورك راح نسميه سكندري شير، وراح نحسبه باستخدام إيكويشن مبسطة اللي هي الإيكويشن اللي كنا نستخدمها عشان نحسب قيمة الشير ستريس في السيركولر شافت. طيب الإيكويشن تبعت الشير ستريس في السيركولر شافت كلكم مفروض متذكرينها، تاو بتساوي التورك في رو إذا بدنا نحسب يعني على نقطة تحت السطح، أو يعني إذا بدنا نحسب نقطة على السطح كنا نكتب تي في سي على جي. التورك C اللي هي الراديال ديستانس لنقطة موجودة عندنا على السطح، J اللي هو البولر مومنت انرشيا. طيب فإذا راح نستخدم نفس الإيكويشن هنا عشان نحسب قيمة السكندري شير. فالسكندري شير عشان نميزه عن البرايمري شير راح نسميه تاو دبل برايم، وقيمته كمان مرة مومنت اللي هو يعني بالنسبة لنا عبارة عن تورك في R اللي هي الراديال ديستانس من نقطة السنتر لأي نقطة بدنا نحسب عندها على J اللي هو البولر مومنت انرشيا تبع الويلدمنت. طيب
هسا زي ما احنا شايفين قيمة secondary shear تعتمد على R، و R زي ما احنا عارفين اللي هي radial distance. فمثلا لو جينا نتخيل نقطة هنا radial distance اللي هي هذه المسافة العمودية، فعليا النقاط اللي راح يكون عليهم maximum secondary shear اللي هي النقاط اللي راح تكون أبعد ما يمكن عن center point، عن النقطة O. ففعليا هذه النقاط اللي هي تبعت الكورنرز. فيعني بدنا نحسب قيم السكندري شير دائما بدنا نحسبه عند الكورنرز عشان هذه النقاط اللي راح يكون عليها الماكسيمم سكندري شير عشان R اكبر ما يمكن. طيب فاذا كمان مره هاي نقطه السنتر O، هاي هي المسافه R. فاذا لو اخذنا هذه الكورنر ونفس الحكي، يعني كل واحد من هذه الكورنرز عليه برايمري شير، برايمري شير ستريس في نفس اتجاه الشير فورس، وراح يكون في عندنا سكندري شير. هسه السكندري شير راح يكون عمودي على الراديال لاين واتجاهه في اتجاه المومنت. طيب فاذا السكندري شير راح يكون بهذا الاتجاه، وبنحسب قيمته باستخدام هذه الايكويشن. هسه صفى عندنا قيمه البرايمري شير ستريس واتجاهه، قيمه السكندري شير ستريس واتجاهه. بدنا نساوي فيكتور سميشن عشان نحسب الريزلتنت شير ستريس اللي ناتج عن هذول الاثنين، زي ما كنا نساوي فيكتور سميشن في موضوع الشير جوينتس اللي مرت علينا في تشابتر 8. طيب هسه فعليا في هذه الايكويشن اكثر شيء بده شغل انه نطلع قيمه جي اللي هو البولر مونتنشن. طيب هو فعليا برضه في كثير من الحالات تحديد السنترويد ما بيكونش مباشر زي هيك، يعني هون عندنا الويلدينج عبارة عن خطين، لو كان عندنا ثلاث خطوط الحام زي هيك. ففعليا قبل ما نبلش الاناليسيس عشان نحسب الام وبرضه عشان نحسب المسافة ار، محتاجين في البداية نحدد وين اللوكيشن تبع النقطة او وين اللوكيشن تبع السنترويد. ففعليا يعني اذا ما كانش سيمتريك زي هيك، اول خطوة بدنا نساوي الحسابات تبع اللوكيشن تبع السنترويد. هذه الايكويشن تبعت السنترويد اللي كنا دائما نستخدمها تبعت اكس بار واي بار. طيب حددنا السنترويد، قسنا المسافات او حسبنا المسافات ار. طيب ظل عندنا فعليا جي، جي بولر مومنت انرشيا بدها شويه شغل. فعشان يسهلوا علينا في الكتاب فعليا معطينا تيبل، هذا التيبل من خلاله ممكن نطلع يعني المعلومات اللي بنحتاجها عشان نحسب السكندري شير بسهوله. فخلينا نطلع على تيبل 9.1 في الكتاب. هذا التيبل راح يعطينا اللوكيشن تبع السنترويد، وبيعطينا ايش نسميه يونت بولر مومنت اوف انرشيا جي. هسه خلينا نشوف شو هو. طيب هاي التيبل اللي عندنا تيبل 9.1. فهذا التيبل معطينا اشكال مختلفه ل الويلدينج باترنز او اشكال مختلفه للويلدينج لاينز. طيب هون في عندنا خط واحد، هنا خطين متوازيات، هنا خطين بينهم زاويه 90 درجه، هنا ويلدينج على شكل سي، ويلدينج على شكل ريكتانجل، على شكل دائره. طيب هسه لكل واحد من هذول اول شيء معطينا ثروت اريا. ثروت اريا اللي هي الاريا على ثروت على زاويه 45 درجه، اللي هي فعليا يعني قلنا نعرف نحسبها بسهوله، او ممكن تاخذ الثروت اريا من خلال الاكسبرشن اللي موجود هنا. فعليا الاكسبرشن الموجود هنا اللي هو اتش في كوساين 45، عشان زي ما حكينا نحسب على زاويه 45. فيعني مثلا هنا الثروت اريا بحكي لك اللينث اللي مسميه دي في اتش اللي هو اللينك تبع الفيلت ويلد في كوساين 45. طيب فيعني ممكن تاخذها من هنا، وفعليا ممكن نطلع ثروت اريا بسهوله. ليش بهمنا ثروت اريا؟ عشان نحسب البرايمري شير. برايمري شير تاو برايم زي ما احنا عارفين بيساوي الدايركت شير فورس على الثروت اريا. طيب غير هيك برضه محدد لنا اللوكيشن تبع جي، جي اللي هو سنترويد. فلكل كيس من هذه الكيسز محدد لنا اللوكيشن تبع السنترويد. كيس السهل فعليا مش محتاجين مبين وين اللوكيشن تبع السنترويد، بس يعني مثلا في كيسز زي هاي او هاي فعليا هاي في عندنا الايكويشنز تبع تحديد اللوكيشن تبع السنترويد معطاه معانا من خلال التيبل زي ما احنا شايفين. فمحدد المسافات اكس بار واي بار، محددهم من نقطه معينه اللي هي دائما باخذ من هذه الكورنر. طيب هسه غير هيك العمود الثالث، وبرضه هذا العمود مهم جدا بالنسبه لنا، اللي هو اليونت بولر مومنت اوف انرشيا. احنا فعليا بدنا جي،
هسا هون ما اعطناش جي بشكل مباشر، اعطانا يونت بولر مومنت انرشيا. شو هو اليونت بولر مومنت انرشيا؟ معتبر انه الويلدنج باترن اللي عندنا الثيكنس تبعه يونت لينك، بغض النظر شو اليونت اللي انت مستخدمها. طيب فمعتبر انه الثيكنس اللي عنده هنا 1 يونت، واعطاك قيمه جي اللي هي البولر مومنت انرشيا للخطوط الموجوده هون، الشكل اللي موجود هون، على اعتبار انه الثيكنس تبعته 1 يونت. انت فعليا بدك تحولها ل جي اللي هو البولر مومنت انرشيا الفعلي، فبتاخذ قيمه جي اللي بتحسبها من خلال الاكسبرشن اللي موجوده هون، ونحكي جي بتساوي جي يو مضروبه في ثيكنس، والثيكنس نعوضه اللي هو ثروت ثيكنس عزاوية 45 اللي هو ببساطه 0.707 مضروب في اتش اللي هو ثيكنس تبع ثروت. طيب اذا في كل حاله من هذول الحالات بنطلع جي يو ونضربها في ثيكنس تبع ثروت، وهيك بصير عندنا قيمه جي البولر مومنت اوف انرشيا زي ما احنا شايفين. فاذا صفى سهل علينا كمان نحسب قيمه السكندري شير ستريس. طيب في عندنا اكزامبل 9.1، انا راح اجل الاكزامبلز في الاخير عشان يعني نكون فاهمين الموضوع بشكل متكامل. طيب خلينا هسه نشوف ستريسز في ويلدد جوينتس اذا كانت الويلدنج او الويلدمنت اللي عندنا بتتعرض لبندنج. طيب خلينا نشوف هسه هذا الكيس. كما مره كانت الليبرين ثابتينها على فيرتيكال سبورت باستخدام تو ويلدنج لاينز. هذا السهم بأشر هنا على الكورنر وبحكي لنا في عندنا فيلت ويلد هنا وعلى الجهه المقابله. طيب هسه فعليا احنا هيك شايفين سايد فيو للويلدمنت. الويلدمنت لما بدنا نطلع عليها بدنا نطلع عليها من هون بحيث نكون شايفين الخطين. طيب هسه هذه الفورس راح لما ننقل تاثيرها لهون راح يكون في عندنا عباره عن فورس زي هيك، وراح يكون عندنا مومنت زي هيك. طيب هسه هذه الفورس راح ينتج عنها primary shear stress ونحسبه باستخدام الايكويشن اللي احنا متعودين عليها، تاو برايم بتساوي في على الاريا. وزي ما احنا عارفين هون البرايمري شير ستريس نفترض انه موجود على زاويه 45 زاويه 45. طيب واتجاهه في نفس اتجاه الفورس. طيب غير هيك في عندنا مومنت. هسه هذا المومنت شو بده يساوي بالنسبه لهذه الويلمنت؟ بده يشدها بهذا الاتجاه. بالنسبه لهذه الويلمنت بده يضغط عليها بهذا الاتجاه. طيب يعني نظريا كانه بسبب لنا نورمال ستريس، هون تنشن وهون كومبريشن. بس زي ما حكينا احنا هون في عندنا كونسرفاتيف ابروتش انه يعني حتى لو كانت الويلمنت نظريا فيلت ويلد، لو كانت نظريا تتعرض ل تنشن او يعني نورمال ستريس، احنا نفترض انها بتتعرض ل شير ستريس. هذا هو الكونسرفاتيف ابروتش اللي ماشيين عليه. طيب اذا راح نحكي انه في هذه الحاله الويلمنت اللي عندنا بتتعرض ل بيندنج مومنت، بس هذا البيندنج مومنت بدل ما ينتج عنه بيندنج ستريس راح نحكي انه بينتج عنه شير ستريس. طيب احنا فعليا كيف نحسب قيمه البيندنج ستريس؟ بيندنج ستريس في بيمز احنا عارفين انه في عندنا ايكويشن تحكي لنا سيجما بتساوي ام واي اوفر اي، او اذا بدنا نحسب على السطح اللي فوق او اللي تحت كنا دائما نحكي ام سي على اي. طيب هاي تعطينا نورمال ستريس. هسه ببساطه راح نحكي انه احنا مفترضين انه بدل النورمال ستريس في عندنا شير ستريس اللي هو السكندري شير تاو دبل برايم. راح نضل نستخدم هذه الايكويشن اللي هي يعني مجرد تقريب عشان نسهل حالنا. طيب اذا في هذه الحاله اذا كانت الويلمنت تتعرض لبندنج مومنت، كمان مره هنا المومنت اللي عندي عباره عن بندنج مومنت. ليش؟ عشان بالنسبه للويلمنت في الجهه بشد جهة بالضبط. في الكيس اللي طلعنا عليها قبل هيك فعليا التورك او يعني المومنت كان زي هيك، فبالنسبة للويلدنج لاينز كان عمودي عليه فكنا نسميه تورك. طيب اذا هنا راح يكون في عندنا سكندري شير، بدنا نحسب السكندري شير باستخدام هذه الايكويشن اللي هي تاو دبل برايم بتساوي المومنت في سي. سي اللي هي المسافة من النيوترال اكسس، النيوترال اكسس اللي راح يكون في نص هاي المسافه ما بين التو ويلدنج لاينز، فهي النيوترال اكسس. سي اللي هي المسافه من النيوترال اكسس لهذا الخط او لهذا الخط، هذه هي المسافه سي. واخر شيء اي اللي هو
المومنت اوف انيرشيا، بس بدنا نكون هون فاهمين انه نحكي عن المومنت اوف انيرشيا تبع الويلدنج لاينز. طيب كيف بدنا نحسب المومنت اوف انيرشيا تبع الويلدنج لاينز؟ ممكن نحسبه، بس برضو عشان يسهل علينا اعطانا جدول من خلاله راح نطلع قيمه المومنت اوف انيرشيا. فخلينا نشوف الجدول الثاني اللي عندنا اللي هو جدول 9-2. طيب هاي جدول 9-2. هسه هذا الجدول احنا نحكي على ويلدمنتس تتعرض لبندنج مومنت. في التابل اللي قبله كنا نحكي على ويلدمنت تتعرض لتورك، يعني في الجدول اللي قبله كنا مفترضين انه المومنت اللي عندنا او التورك زي هيك، هذا هو اتجاه الاكسس تبعه لبرا. هنا احنا نعتبر انه هاي تعرض لبندنج مومنت، فيعني فعليا احنا نحكي عن مومنت الاكسس تبعه زي هيك، هاي الاكسس تبع المومنت اللي ماخذينه في هذا التابل. بينما في التابل السابق كنا نحكي عن مومنت الاكسس تبعه بدل ما يكون زي هيك افقي عمودي، فكان بالنسبه لنا اسمه تورك. طيب فعلا هنا نحكي عن ويلدمنت تتعرض لبندنج مومنت الاكسس تبعه افقي زي ما حكينا. شو المعلومات اللي معطينا اياها في التابل؟ كما مره اول معلومه اللي هي ثروت اريا، نفس الفكره السابقه عشان نحسب برايمري شير. اللوكيشن تبع السنترويد فعليا راح نحتاج نحسب اللوكيشن تبع السنترويد على اساس نطلع المسافه من النيوترال اكسس للنقطه اللي بنحسب عليها. طيب هاي ايكويشن تعطينا اللوكيشن تبع السنترويد لكل حاله من هذه الحالات. طيب اخر شيء اللي هو اليونت مومنت اوف انيرشيا، فسكند مومنت اوف انيرشيا اي، كما مره بدل ما يعطينا اي على كامل الثيكنس اعطانا اي يو على افتراض انه عندنا يونت ثيكنس. فمن هنا نحسب قيمة IU وبعد هيك نضربها في المينيمم ثروت ثيكنس اللي هو H في كوساين 45، فبيطلع معنا I. طيب شغلة بدنا ننتبه لها هنا قبل ما نكمل، هسا لاحظ انه في هذا الجدول لما على سبيل المثال نحكي عن خطين، لاحظ مرة معطينا خطين زي هيك عموديات، مرة ثانية معطينا خطين زي هيك افقيات. نفس الشيء بالنسبة ل C، معطينا مرة C افقية مرة السي عمودية. في التابل السابق ما كانش عندنا هذا الحكي، السبب أكيد واضح. في التابل السابق ما كنا نحكي عن بندنج مومنت، احنا كنا نحكي عن تورك الأكسس تبعه زي هيك. فبما أن الأكسس تبع تورك زي هيك ما بفرقش هذول الخطين محطوطات عموديات أو محطوطات أفقيات، نفس قيمة الجي بولر مومنت إنيرشيا. طيب بس هنا نحكي احنا عن ويلدمنت تتعرض لبندنج والأكسس تبع البندنج مومنت أفقي، فهنا نحكي عن بندنج حوالي هذا الاكسس الافقي، هنا بندنج حوالي هذا الاكسس الافقي. فبالتالي يعني هاي الكيس مختلف عن هاي الكيس، هاي لها قيمه مختلفه للمومنت اوف انيرشيا وهاي لها قيمه مختلفه للمومنت اوف انيرشيا. طيب هسه برضو هذول التو كومبوننتس اللي عندنا برايمري شير والسكندري شير، اكيد يعني كل وحده بدنا نكون عارفين اتجاهها، وبعد هيك بدنا نجمعهم مع بعض باستخدام فيكتور سميشن او الطريقه المناسبه على حسب اتجاهاتهم. طيب موضوعنا بعد هيك بدنا نحكي عن سترينث تبع الويلدد جوينتس. السترينث تبع الويلدد جوينتس زي ما حكينا احنا هون نحكي عن فيوجن ويلدنج. في عندنا مثلا بليتس بدنا نلحمهم مع بعض، فمنجيب مثلا اما ويلدنج راد والكترود خارجي او الويلدنج راد بيكون هو الالكترود. فيعني دائما في عندنا ماتيريال اللي هي بنضيفها، الماتيريال تبعت اللحام اللي هي بنسميها الفيلر ماتيريال، اللي هي بتكون يعني عباره عن الكترود او ويلدنج راد، ما بتفرقش معانا من ناحيه الاناليسيس. طيب فبالنسبه لهذه الماتيريال اللي بنضيفها في جوينت اللي هي فيلر ماتيريال، عادة لما نختار الالكترود تبعنا دائما لازم نختار الماتيريال تبعت الالكترود او الويلدنج راد بحيث انه يكون سترينث تبعت هذه الماتيريال اعلى من سترينث تبع البيس ماتيريال او البيرنت ماتيريال، بحيث يعني تكون منطقة الجوينت بشكل عام اقوى، على اساس في احتمالات دائما انه يصير عندنا ديفكتس في منطقة اللحام، فبنحاول انه نخلي منطقة اللحام تكون شوية اقوى من المحيط تبعها. طيب فبالنسبة للماتيريالز المستخدمات للإلكترودز أو الويلدنج رادز برضو ستاندرايزد، فبنا نطلع هنا على الأمريكان ويلدنج سايتي ستاندرد تبع الإلكترودز.
فهذه البروبرتيز تبعت الستاندرايزد ويلدنج رايدز معطاه معانا من خلال تيبل 9.3. خلينا نطلع على تيبل تيبل 9.3 اللي شايفينه هنا بيعطينا المينيمم بروبرتيز للويلد ميتال. اول عمود في هذا التيبل اللي هو ديزيجنيشن تبع الالكترود بيكون عباره عن رقم زي هيك ببلش بحرف الاي، بعد هيك في عنا رقم 60 70 90 100 120، واخر شيء فعليا هذول الاكس اكس هم خانات ارقام اوكي، بس يعني فعليا هذول الخانات لهم معنى مختلف عن الارقام اللي هون. هسه الارقام اللي شايفينها في الاول اول رقمين او يعني اول خانتين او ثلاثه فعليا هذه بتعطينا ديزيجنيشن تبع سترينث تبعت الالكترود، فيعني كل ما نزلنا لتحت نحكي عن سترينث اعلى. طيب الرقم اللي هون هو فعليا تقريبا قيمه التنسايل سترينث بكيلو بي اس اي زي ما احنا شايفين هون، في يعني مثلا الاي 120 هي 120 كيلو بي اس اي، بس احنا بطبيعه الحال هون راح نشتغل على اليونت 7 الميجا باسكال. طيب هسه عموما فكل ما نزلنا لتحت معناته بنحكي على سترينث اعلى. طيب هذول الخانتين اللي حاطه لنا يعني هون اكس اكس هم فعليا ما بيهموناش، بس كمعلومه اخر خانه بيكون بيعطيك انديكيشن عن فاريبلز لها علاقه بالويلدنج تكنيك زي مثلا الكرنت المفروض نستخدمه. طيب الخانه اللي قبل الاخيره فعليا هذه الخانه بتعطينا انديكيشن عن الويلدنج بوزيشن تبع هذا النوع من الويلدنج رادز او الالكترودز. زي ما انتم بجوز عارفين في عندنا ثلاث وضعيات للويلدنج، ممكن نساوي ويلدنج زي هيك، هاي نسميها فلات ويلد يعني انت من فوق الويلد، ممكن تساوي ويلدنج فيرتيكال تلحم على خط عمودي زي هيك، ممكن تساوي ويلدنج اشي فوقك هذا نسميه اوفر هانجنج ويلد. هسه فعليا شو الفرق ما بين هذول الثلاث حالات؟ اكيد اذا كان اوفر هانجنج بدنا الماتيريال تكون تساوي سوليديفيكيشن بسرعه عشان ما تنقطش. طيب فيعني هذا الرقم بيكون بيعطينا انديكيشن عن هذا الويلدنج الكترود هل هو مناسب ل هوريزونتال او فيرتيكال او اوفر هانجنج، وفي مرات بيكون مناسب لكل البوزيشنز، يعني لما يكون هذا رقم واحد، رقم واحد يعني اول بوزيشنز بيزبط للكل. طيب عموما هسه خلينا نطلع على بروبرتيز هذا اللي بيهمنا هون، معطينا تو بروبرتيز تنسايل سترينث يعني التيميت سترينث، ومعطينا البروبرتي الاهم بالنسبه لنا اللي هي اليلد سترينث، واحنا بما انه ماتيريال داكتال ماتيريال مبين من خلال بيرسنتج الانجيشن من كلها داكتال ماتيريالز، فاحنا دائما الداكتال ماتيريالز بنطلع قيمه اليلد سترينث لما بنحسب قيمه الفاكتور سيف. طيب اذا اللي هنا من هون قيمه اليلد سترينث، وهي قيمه اليلد سترينث بالميجا باسكال اللي هي القيمه بين الاقواس. طيب هسه القيم اللي هون سواء تنسايل التيميت سترينث او اليلد سترينث هون بنحكي على التنشن، يعني هاي قيمه اليلد سترينث تبع التنشن، هاي قيمه الالتيميت سترينث تبع التنشن. طيب بس زي ما شفنا احنا فعليا الابروتش تبعنا مفترضين انه الويلدمنت ما بتتعرض له نورمال ستريس تنشن او كومبريشن، فعليا احنا مفترضين انه الويلدمنت وبعدين هذا بيكون الواقع في كثير من الحالات انها بتتعرض له شير ستريس. ففعليا البروبرتي اللي ناخذها من التيبل اللي هي يلد سترينث لما بدنا نحسب الفاكتور اوف سيفتي تبع الويلدمنت اكيد بدنا نحولها لشير يلد سترينث، وزي ما احنا عارفين شير يلد سترينث بحسب الفان ميسس كرايتيريا ديستورشن انرجي ثيوري، فبحسب ديستورشن انرجي فان ميسس قيمه الشير يلد سترينث بيساوي 0.577 في التنسايل يلد سترينث. طيب فاذا القيمه اللي بنطلعها من التيبل تبعت اليلد سترينث بدنا نضربها في 0.577 صار عندنا شير يلد سترينث. هسا ممكن نقارن شير سترينث مع شير ستريس ونحسب فاكتور اوف سيفتي. طيب هسا بحسب الويلدنج كود هو بحكي لنا مش راح ناخذ الشير يلد سترينث زي ما هو، بدنا ندخل اديشنال ديزاين فاكتور قيمته 1.6، ففعليا يعني باخذ هاي القيمه 0.577 في اليلد سترينث بقسمها على 1.6 بيطلع معنا قيمه هاي بنسميها تاو الاوبل اللي هي الاوبل شير ستريس اللي ما بدناش نتجاوزه اللي هي زي ما احنا شايفين اللي هي الشير يلد سترينث تقسيم ديزاين فاكتور 1.6. طيب هسه ممكن يعني ك شيء اسرع اذا بدنا نطلع تاو الاوبل من انه نطلع يلد سترينث نضربها في 0.577 نقسمها على 1.6، ممكن نروح بشكل سريع ونطلع هاي المعلومه من تيبل 9.6. خلينا نطلع على 9.6
هذا تيبل 9-6. طيب هسا تيبل 9-6 يعني في كثير معلومات أنا ما بنصح إنه يعني نستخدمه كله، بس بدنا نطلع على جزء بسيط منه. في هذا التيبل هاي في عنا different electrode classes 60-70-80-120، قيمة الألاوبل تاو، تاو الألاوبل هي هاي موجودة هون. يعني بالنسبة لأول واحدة اللي هي 60 هاي القيمة، هاي القيمة، هاي القيمة. طبيعي التيبل اللي عندي اللي أنا استبعته بالكيلو بي اس اي، التيبل اللي موجود حاليا في الكتاب اللي هي طريقة الاس اي ديشن اللي احنا شغالين عليها، راح يكون عندنا هنا قيم تاو اللاوبل بميجا باسكال. طيب ايه ممكن نطلع او يعني ناخذ قيمة تاو اللاوبل من هذا السطر. كمان مرة هاي القيمة كيف جابوها، اللي هي ييلد سترينث ضربوا في 0.577 قسموه على 1.6 بيطلع معاك القيمة اللي هنا. طيب هسا بقية الجدول اللي تحت هذا فعليا يعني ممكن نستخدمه او مرات بيستخدموه عشان يسرعوا حالهم الاناليسز اذا عندك ولد من تتعرض بس لبرايمري شير، فيعني هاي بعطيك يعني الفورس لكل يونت لينث. ما بنصح نستخدمه اساس بصير يخربط، مش ممكن انه نستخدمه دائما، هذا بس نستخدمه اذا عندنا ويلدنج لاين تعرض بس لبرايمري شير. فاذا من هذا التيبل يعني احنا ممكن ناخذ قيمه تاو اللاوبل من هنا، او زي ما حكينا ممكن يعني نستغني عن التيبل بشكل كامل، ناخذ اليلد سترينث نضربه في 0.577 نقسمه على 1.6 بيطلع معنا القيمه اللي موجوده في تيبل 9-6. طيب هسه هيك بنكون قدرنا مثلا نحسب الفاكتور اوف سيفتي للويلدمنت نفسها، بس برضه مهم ان نحسب الفاكتور اوف سيفتي للمنطقه اللي محيطه في الويلدمنت اللي بنسميها هيت افكتد زون. افكتد زون. طيب هسه بالنسبه للهيت افكتد زون زي ما حكينا اول شيء بدنا نفهم انه يعني ارتفع درجه حرارتها بعدين بردت، فيعني تقريبا صار لها انيلينج، فدائما بدنا ناخذ البروبرتيز تبعت الاتش ار. وثاني شيء بدنا نستخدم الاديشنال ديزاين فاكتورز اللي معطينا اياهم بحسب الويلدنج كود. فبحسب الويلدنج كود لما بدنا نسوي اناليسز للبيس ماتيريال راح نستخدم التالي. اذا كانت بيس ماتيريال تتعرض لتنشن فبحكي لنا انه سيجما اللاوبل مش راح تكون مساوي لليلد سترينث، فعليا مساوي لليلد سترينث مضروب في 0.6 اللي هي يعني تقريبا كانه قسمنا اليلد سترينث على 1.6. طيب بس بحسب الستاندرد بحكي لنا سيجما اللاوبل، اللاوبل تنسايل ستريس بالنسبه للبيز ماتيريال في المنطقه اللي مجاوره للويلدنج لاين بتساوي 0.6 في تنسايل سترينث تبع الماتيريال بيز ماتيريال اللي هي يعني مثلا بليت 10-30 10-45 شيء زي هيك. طيب اذا كانت البيز ماتيريال تتعرض لشير ستريس فتاو اللاوبل قيمته 0.4 في اس واي. طيب هذه طبيعي اللي هي القيم بحسب الويلدنج كود. اذا بدنا نشتغل من غير ويلدنج كود بطريقه الحاله ما نشتغل من غير ويلدنج كود، اذا الماتيريال تتعرض لتنشن نحكي انه احنا ما بدناش نتجاوز قيمه اليلد سترينث، اذا الماتيريال تتعرض لشير احنا نحكي انه بدناش نتجاوز قيمه اس واي اس اللي هي 0.577 في اس واي. طيب ففعليا يعني القيمه اللي هنا 0.4 هي تقريبا برضو اخذوا هاي وتقريبا قسموها على 1.6. طيب فعلا هذه الريكومندد تاو اللاوبل هو السيجما اللاوبل للبيس ماتيريال في المنطقه اللي مجاوره للويلدمنت. طيب نجي في الاخير نلخص البروسيجر اللي بنستخدمه عشان نسوي ايفالويشن للويلدمنتس. اول شيء بدنا نحسب البرايمري شير ستريس الناتج عن اكسترنال فورس. هسه في حالات مش كثيره يعني قليله بيكون في عندنا بس برايمري شير، فاذا عندنا بس برايمري شير خلاص حسبنا شير ستريس، نستخدم مثلا ويلدنج كود ميثود او الكونفنشنال ميثود ونحسب قيمه الفاكتور اوف سيفتي للويلدمنت. طيب هسه في كثير حالات بيكون عندنا غير عن البرايمري شير في عندنا برضه سكندري شير. هسه لازم نحسب السكندري شير، ولاحظ ان السكندري شير ممكن بعض الحالات سكندري شير ناتج عن تورك، بعض الحالات سكندري شير ناتج عن مومنت، وممكن برضه يصدف حالات انه في عندنا سكندري شير ناتج عن تورك بالاضافه لسكندري شير ناتج عن مومنت، يعني ممكن يصفي عندنا 3 كومبوننتس للشير، واحده برايمري واثنين سكندري. طيب بعد ما حسبنا البرايمري والسكندري شير ستريسز هسه بدنا نجمعهم مع بعض البرايمري والسكندري، بس كمان مره هون لما نحكي نجمعهم اكيد فيكتور سميشن، يعني كل واحده لها اتجاهها فبدنا نستخدم فيكتور سميشن ونطلع قيمه الريزلتنت شير ستريس.
بعد هيك طلعنا قيمة الريزلتنت شير ستريس حسب الويلدنج الكترود، نطلع سترينث ونحسب الفاكتور اوف سيفتي او الالاوبل اللود، هذا بالنسبه للويلدمنت نفسها. نفس الشيء بالنسبه للبيس ماتيريال في المنطقه اللي مجاوره للويلدمنت اللي هي الهيت افكتد زون، برضه في هاي المنطقه بدنا نحسب كم قيمه ستريس سواء كان انه نورمال او شير، نحسب الفاكتور اوف سيفتي على اساس نقدر نفهم كم قيمه الالاوبل اللود اللي ممكن يتحمله البيس ماتيريال. طيب فعلا هيك نكون خلصنا من theoretical part تبع chapter 9. خلينا نبلش نشوف الاكزامبلز اللي عندنا. اول اكزامبل عندنا 9.1. في هذا الاكزامبل خلينا نطلع على الصوره بشكل مباشر. طيب هنا في عندنا سي شانل ماشي هيك بشكل افقي. طيب هاي معطينا هنا السايد فيو تبعها، فهذه لما نطلع عليها من هنا راح نشوف بكتل. هذه هي السي شانل تبعتنا ماشي بشكل افقي، حطينا عليها من الجهتين 2 براكتس، فهذا براكت محطوط من جهة ومن الجهة الثانية في كمان براكت، بين هذول الـ 2 براكتس في عنا هذه الماسورة البايب. طيب هسا هذه الماسورة وهذا البايب مطبقين عليه فورس مقدارها 50 كيلو نيوتن، فإذا عنا 50 كيلو نيوتن مطبقة هون، يعني هون مطبقة بهذا الاتجاه. طيب هذه راح تنتقل للبراكت، ومن البراكت راح تنتقل ل السي شانل. طيب كيف مثبتين البراكت على السي شانل؟ فعلياً هذا اللي بيهمنا هون. طيب هذا البراكت مثبتينه على السي شانل باستخدام ويلدنج، ولاحظ شو طبيعة الويلدنج اللي عندنا. خلينا نطلع أول شيء على السايد فيو هاي. على السايد فيو هاي بحكي لنا هذا الخط عليه فيلت ويلد، السايز تبعها والليج تبعها 6 ملم. على الخط اللي بأشر عليه والخط المقابل، وين الخط المقابل؟ هاي هذا الخط وهاي الخط المقابل. فإذا الويلدنج اللي عندنا هنا، هاي في عندنا امتداد هذا الخط، هاي ويلدنج لاين، الخط المقابل هاي ويلدنج لاين. طيب هسه غير هيك في عندنا كمان ويلدنج على الخط اللي هنا، بس هذه مش مورجينا الويلدنج سيمبل في هاي الرسمة، يعني ممكن يكون مورجينا اياها في هاي الرسمة برضه مش مشكلة، يعني ممكن يكون عندنا غير هيك على هذا الخط في عنا ويلدنج سيمبل زي هيك. طيب فإذا عنا ويلدنج سيمبل زي هيك اللي هو بيحكي لنا في عنا فيلت ويلد الليج تبعها 6 ملم، بس كمان مرة هون مش مرجينا يا هذه الفيو، مرجينا يا هذه الفيو بأشر على الكورنر، يعني على هذه الكورنر اللي هي نحكي عن هذا الخط كمان في عنا فيلت ويلد اللي تبعها 6 ملم. طيب فإذا يعني صفة إنه على كل جهة البراكت ملحوم باستخدام ثلاث خطوط، هاي خط زي هيك، خط زي هيك، خط زي هيك. هسه الدايمنشنز كلها معطاة على الرسمة. مسافة من هون لهون 100، الارتفاع تبع السي شانل 56، المسافة من هون لهون 190 ملم. طيب الابلايد فورس اللي عندنا 50 كيلو نيوتن مطبقة على هذا البايب اللي هون. هنا كمان مرة أكيد راح نفترض سيمتري، فإذا هذه الفورس نطبقها هون راح تتوزع جزئين، جزء راح يروح هذا البراكت وجزء راح يروح هذا البراكت. إذا يعني كل واحد من التو براكتس اللي ورا بعض راح يكون يتعرض لفورس قيمتها 25 كيلو نيوتن. طيب إذا يعني لو تخيلنا براكت واحد له ويلدنج على شكل سي زي ما احنا شايفين، بتأثر بفورس مقدارها 50 كيلو، أثر فورس مقدارها 25 كيلو. طيب فخلينا نيجي هنا نطلع على هاي الرسمة اللي تحت اللي هي الرسمة تبعت الويلدمنت نفسها. طيب فالويلدمنت زي ما حكينا ثلاث خطوط هذولا، فهاي الخط الأول طوله 56، هذا الخط 190، هذا الخط 56. طيب ففي عنا ويلدنج باترن على شكل سي. فعليا الفورس اللي بتأثر هي فورس هنا. طيب هسا هذه الفورس احنا بدنا نشوف شو تأثيرها على الويلدمنت اللي هون. هسا عشان نشوف شو تأثيرها على الويلدمنت، أول إشي بدنا نطلع اللوكيشن تبع السنترويد تبع السي باترن اللي موجود هون. فبنروح على التابل اللي نستخدمه اللي هو تابل 9.1. طيب فمن تابل 9.1 خلينا نروح نطلع تابل 9.1 بشكل سريع. هاي تابل 9.1 وهذه هي الكيس تبعتنا. طيب من هذا التابل بطبيعة الحال المسافة y معروفة في نص، هاي احنا بيهمنا المسافة x بار، فهاي الإكويشن تبعت x بار. b اللي هي 2
طول هذا الضلع اللي هو عندنا هناك 56 ودي اللي هي طول هذا الضلع اللي هو عندنا هناك اللي هو 92. طيب نرجع للرسمة تبعتنا. فإذا أول إشي بدنا نطلع لوكيشن تبع السنترويد اللي هي راح تكون المسافة من هنا. كمان مرة إحنا هنا يعني رسمين للويلدينج على افتراض إنه عندنا لاين. فيعني كل القياسات مفترضين إنه في عندنا لاين. بعد هيك نحكي إنه في عندنا سماكة اللي هي سماكة الثروت. طيب فبدنا المسافة من هنا لهون. هاي المسافة من هنا لهون نحسبها باستخدام هذه الإكويشن تبعت X bar. فبتطلع معانا 10.4 مليمتر. طيب نرجع لهون. فإذا السنتر تبعنا موجود على مسافة 10.4 من هذه الإج. فإذا المسافة من هون للسنترويد 110.4 هذه المسافة المتبقية من هون للكورنر. طيب إحنا هون واضح إنه راح يكون عندنا برايمري شير وسكندري شير. فعشان هيك يعني سوينا ليبلينج للكورنرز واحدة سميناها A B C D عشان ما يزوا عن بعض. طيب عموما هسه هذه الفورس لما بننقل تأثيرها عند هاي النقطة طبيعي راح تنتقل على شكل فورس ومومنت. طيب هسه بطبيعة الحال هو هون راسم الرياكشنز يعني هو بده يرسم فري بادي دياجرام. فبيعني انا بشوفها يعني بتخربط انه نحكي بدنا نرسم فري بادي دياجرام زي هيك. فببساطة نحكي في عنا فورس هذه لما نشيلها بدنا نورجي تأثيرها هنا. فتأثيرها هون راح يكون عبارة عن فورس بهذا الاتجاه في 125 كيلو نيوتن بالإضافة لمومنت بهذا الاتجاه قيمته 25 كيلو نيوتن في المسافة من هنا للنقطة O اللي هي 110.4 مليمتر. فهذا راح يعطينا قيمة المومنت تبعنا اللي هو حاسبه هنا هذه قيمة المومنت اللي هو 2760 نيوتن في متر. طيب فإذا زي ما حكينا استنتجنا إنه في عنا فورس وفي عنا مومنت اللي بيأثروا هنا. طيب الفورس شو راح ينتج عنها؟ هذا راح ينتج عنها برايمري شير ستريس على أي نقطة هنا. برايمري شير ستريس راح يكون في نفس اتجاه الفورس. فعموما خليني يعني أشتغل مع الاتجاهات اللي هم حاطينها كمان مرة بنكون استوعبين هون إنهم حاطين الرياكشنز. طيب فهذه أي نقطة هنا راح يكون عليها primary shear في نفس اتجاه force سواء A أو D أو C أو D. طيب غير هيك نتيجة المومنت هسا أي نقطة هنا راح يكون عليها secondary shear ناتج عن المومنت. بس زي ما حكينا دائما الكريتيكال عند الكورنرز عشان هيك احنا مسوين أو حاطين labels للكورنرز وبهمنا نوصل من نقطة center هنا لكل كورنر ونحسب المسافة من السنتر لكل كورنر عشان نقدر نحسب قيمة السكندري شير اللي موجود عند كل واحدة من الكورنرز. خلينا نطلع على الرسم اللي هنا بما انه عندنا رسمة جاهزة. طيب اذا هنا زي ما احنا عارفين في عندنا فورس في عندنا مومنت. الفورس عند كل واحدة من الكورنرز راح نجد عنها برايمري شير. هسه راح تشوف كيف نحسب قيمة البرايمري شير. طيب غير هيك نتيجة المومنت اللي عندنا زي هيك كل نقطة من الكورنرز راح يكون عليها secondary shear. كيف أحدد اتجاه secondary shear؟ زي ما حكينا نوصل هذا الخط وبعد هيك بحسب اتجاه المومنت نرسم خط عمودي. فهذا الخط اللي هو secondary shear vector عمودي على هذا الخط. ونفس الاشي بالنسبة لكل واحدة من الكورنرز. كل واحدة من الكورنرز في عنا خط secondary shear stress عمودي على هذا radial line. فإذا هنا هيك اتجاهه هنا هيك اتجاهه. طيب فهذا البرايمري شير هذا السكندري شير. هسه الفيكتور الثالث اللي موجهنا اياه اللي هو بطبيعه الحال الريزلتنت تبع البرايمري والسكندري. فخلينا نشوف الاول بدنا نحسب البرايمري والسكندري وبعد هيك نشوف كيف بدنا نحسب الريزلتنت. طيب عموما هنا شو اللي مطلوب في السؤال يعني بجوز انا ما حكيت شو اللي مطلوب في السؤال بس يعني اللي مطلوب في السؤال بده ايانا نساوي اناليسز لجوينت ونحسب قيمة الماكسيموم شير ستريس. يعني بدي نحسب قيمة شير ستريس من كل واحدة من الكورنرز ونحدد قيمة الماكسيموم شير ستريس. طيب فعلا زي ما احنا شايفين في عندنا برايمري شير في عندنا سكندري شير. برايمري شير سهل جدا نحسبه. برايمري شير بيساوي الفورس تبعتنا اللي هي يعني 50 على 2 25 اللي هي بطبيعة الحال كيلو نيوتن فضربناها في 10 قوة 3
بدنا نقسم على A. A اللي هي throat area. هسه فعليا throat area هو اخذ الايكويشن 291 بس يعني فعليا سهل جدا نحسب throat area. شو هي كانت throat area؟ بدنا نحسب طول الويلدنج لاين اللي هو 56 × 2 = 190 وهذا بدنا نضربه في المينيمم ثروت ثيكنس اللي هو الليك اتش 6 ملم مضروبه في كوساين 45 اللي هي 0.707. اوكي فهذا فعليا اللي هي القيمه اللي حاسبينها هنا طلعها من التيبل او نحسبها لحالنا سهل. طيب فإذا هنقسم الفورس على الاريا بالمليمتر سكوير فطلع معنا قيمة primary shear 19.5 ميجا باسكال. هذا بيأثر عند كل النقاط، أي نقطة موجودة على الويلمنت عليها primary shear بهذا الاتجاه. طيب هذا بالنسبة للسكندري شير. سكندري شير كما مرة يعني أتصور واضح يعني أصلاً لحد ما بلشنا إنه المومنت اللي عندنا هنا بالنسبة لهذا الويلدينج باترن، لاحظ احنا هيك نطلع عليه، هيك شايفين الويلدينج باترن، شايفين الخطوط، المومنت اللي عندنا الفيكتور تبعه لبرا، واحنا نطلع عمودي على الويلدينج باترن، فالاكسس تبع الويلدينج باترن لبرا، فهذا المومنت هو عبارة عن تورك، اوكي؟ إذا هنا السكندري شير هو سكندري شير ناتج عن تورك، والسكندري شير ناتج عن تورك نحسبه كالتالي، تاو دبل برايم بتساوي تي او يعني ممكن نسميه ام بس هو بالنسبه لنا عباره عن تورك في ار على جي. طيب كل نقطه بدنا نحسب عندها بدنا نعوض قيمه ار تبعتها. طيب فاذا لكل واحده من هذه النقاط بدنا نحسب المسافه ار. فمثلا بالنسبه لكورنرز دي وسي قيمه الار اللي هي 95 سكويرد زائد هاي المسافة اللي هي 10.4 سكويرد، فهي بعطينا قيمة RD اللي هي نفس RC. بالنسبة ل RA و RB اللي هم فعليا قيامهم أكبر اللي هي راح تكون تحت الجذر 95 سكويرد زائد 45.6 سكويرد، فهذا بعطينا RA و RB. طيب فواضح من هنا انه نقطتين A و B بما انه في عندنا سيمتري راح يكون فيهم نفس القيمة من السكندري شير، والنقطتين C و D بما انه RC و RD نفسهم راح يكون فيهم نفس القيمة من السكندري شير. طيب غير هيك شو ضايل علينا في الايكويشن؟ J. فبطبيعة الحال من تيبل 9.1 غير انه نطلع مثلا throat area وطلع من اللوكيشن تبع السنترويد نطلع من هنا جيو، فجيو راح تكون in terms of B و D. نحسب قيمة جيو، بعد ما نحسب قيمة جيو نضربها، خلينا نشوف قيمة جيو. طيب فهاي الإيكويشن تبعت جيو ونضربها في 0.707 في H اللي هي 6 ملم بيطلع معنا قيمة جي. طيب فإذا هاي قيمة جي بالمليمتر to the power 4، هاي قيمة المومنت اللي عنا. فإذا نجي نحسب قيمة السكندري شير عند A و B متساوي و R تبعت A و B اللي هي 105 ملم، فهي قيمة السكندري شير عند A و B. عند C و D قيمة ال R اللي هي 95.6 ملم، وهي قيمة السكندري شير عند C و D. طيب فإذا طلعنا السكندري شير عند كل واحدة من الكورنرز، هسا شو ظل علينا نحسب؟ بطبيعة الحال اللي ظل علينا هنا نحسبه بدنا نحسب الريزلتنت. فأول إشي خلينا نطلع هنا النقطة دي والنقطة سي، هسا كلهم برايمري نفسه، السكندري اللي هنا هو نفس السكندري اللي هنا، وغير هيك هذه الزاوية اللي شايفينها هنا هي نفس هذه الزاوية، أوكي؟ فإذا يعني الريزلتنت تاو سي وتاو دي راح يكون لهم نفس القيمة. ونفس الاشي بالنسبه للريزلتنت عند A و B، تاو A دبل برايم مساوي لتاو B دبل برايم، هذه الزاويه وهذه الزاويه متساويات، فاذا الريزلتنت تاو A والريزلتنت تاو B راح يكونوا متساويات. فشو ناقص علينا نحسب؟ ناقص علينا نحسب الزوايا. فعشان نحسب الزوايا زي ما شفنا في المحاضره السابقه مثلا من مد هذا الخط، فممكن نحسب هاي الزاويه ونحكي هاي الزاويه اللي هي اللي هنا، او ممكن نحسب هذه الزاويه ونحكي هذه الزاويه اللي هي الزاويه اللي موجوده عندنا هنا. طيب فاذا نحسب الزاويه
ونحسب resultant shear stress باستخدام الكوساين equation اللي شفناها في موضوع shear joints. وبالمحصلة بيطلع معنا الريزلت النهائية زي ما احنا شايفين هنا. الشير ستريس عند كورنرز A و B بيساوي 37 ميجا باسكال، والشير ستريس عند كورنرز C و D بيساوي 44 ميجا باسكال. فبالتالي أني الكريتيكال كورنرز، كريتيكال كورنرز اللي هما C و D. طيب خلينا نرجع الرسمة. فC و D لهاي نقطة وهاي النقطة هم فعليا طلعوا الكريتيكال. لاحظوا هنا انه فعليا C و D طلعوا كريتيكال، مع انه السكندري شير عند D و C اصغر من السكندري شير اللي عند A و B. A و B عليهم سكندري شير اكبر عشان المسافة اكبر، بس يعني الفرق بسبب الزوايا. بالنسبة ل C و D لاحظ انه الزاوية اللي عندنا اصغر من 90 فبتطلع الريزلتنت كبيرة، هنا الزاوية اللي عندنا اكبر من 90 فبتطلع الريزلتنت عند A و B صغيرة. طيب فبالنسبة لهذا الاكزامبل هذا هو المطلوب، واحنا هيك طلعنا قيمة تاو ماكس. هسا لو بنعرف الماتيريال تبعت الويلدنج الكترود فبنروح نطلع اما شير يلد سترينث اذا بنشتغل على الكونفنشنال ميثود، او تاو الاوبل إذا بنشتغل على الويلدنج كود مثل نحسب الفاكتور سيفتي. طيب نشوف الاكزامبل اللي بعده 9-2. هذا الاكزامبل شو في عندنا؟ في عندنا هذه بليت اللي شايفينها مثبتينها على الجاست بليت اللي موجود هنا، لاحمين عليها هذه البليت، وهذه البليت او الراد تعرض لها تنشن. طيب هذه البليت الدايمنشن تبعها العمودي هنا 50 ملم و12 ملم فعليا اللي هو الثيكنس تبعها، يعني هنا كان موريك سكشنال فيو، روتيتد سكشنال فيو. طيب فالكروس سكشن تبع هذه البليت 50 ملم في ثيكنس 12 ملم. طيب هذه البليت كيف مثبتينها على هنا؟ مثبتينها باستخدام تو فيلت ويلز اللي هنا. هسه فعليا هون ورجينا فيلت ويلز، يعني حاطين هذول الخطوط، بس الاصل دائما انه الفيلت ويلز نستخدم لهم الويلدنج سيمبل. ففعليا يعني راح يكون عندنا على هذا الخط زي هيك ويلدنج سيمبل، وفعليا راح يكون عندنا مثلا شيء زي هيك فيلت ويلد على الجهتين هاي والجهه المقابله. زي ما احنا عارفين لما نحط الفيلت ويلد عليها فعليا هي الزاويه بدها تكون لهناك. خليني اضبطها. طيب فاذا هاي زي هيك عشان تكون واضحه. طيب فراح نحط هذول المثلثين تبعت الفيلت ويلد، والسايز تبع الفيلت ويلد لينك 10 ملم. هاي المعلومه اعطينا اياها فوق الرسمه. طيب ففيلت ويلد على الجهتين طول اللينك تبعتهم 10، وفعليا برضه حاكي لنا انه طول هذه الويلدمنت، يعني فعليا برضه الدايمنشن المفروض يكون عندنا هون على الرسمه، طول هذا الويلدنج لاين بيساوي 50 ملم. طيب في عندنا هون خط طول 50 ملم، هون خط طول 50 ملم، وفي عندنا فيلت ويلد الليج سايز تبعها 10 هنا وهنا. طيب والبليت تتعرض لتنشن مقدار الفورس 73 كيلو نيوتن زي ما احنا شايفين الفورس في السنتر. طيب هسه هذه معلومات الجيومتري. هسه غير هيك معطينا معلومات عن البليت ماتيريال ومعطينا معلومات عن الويلدمنت نفسها. فبالنسبه لل بار او الراد تبعها الماتيريال تبعته اللي هو AISI 1015. طيب ولاحظ هون 1015 ما حدد لنا لا كولد درون ولا حكى لنا HR، بس في كل الاحوال احنا عارفين يعني لما بدنا نسوي اناليسز للبيس ماتيريال يعني المنطقه المجاوره للويلدمنت احنا دائما ناخذ البروبرتيز تبعت HR بغض النظر حتى لو كانت الماتيريال كولد درون. طيب هو مش معطينا، يعني في كل الاحوال لازم ناخذ ال HR. طيب اللي هي الترولد اللي هي اليلد سترينث تبعها اقل. طيب هذه الماتيريال تبعت البار. بالنسبه للويلدمنت بيحكي لنا الالكترود اللي استخدمه اللي هو E70 الكترود. ف E70 كمان مره الاكس اكس هاي ما لهاش يعني معنى بالنسبه للسترينث. طيب فهذا الالكترود E70 الكترود والبار 1015 بار. طيب اللي مطلوب اول شيء ف
بقرأ إيه is the weld metal strength satisfactory وبعد هيك سألنا عن strength تبع الاتاتشمنت منطقة يعني الاتاتشمنت ما بين الويلدمنت والبليت طيب وبدنا ننتبه هنا إنه طالب منا استخدم الويلدينج كود ميثود الويلدينج كود ميثود اللي هو زي ما حكينا بعطينا additional design factors نستخدمهم طيب حسب بالنسبة للفقرة A هو بخلينا نطلع هون بعدين نرجع نشوفه كيف حسبها طيب فينا فورس زي هيك الويلدمنت اللي هنا واللي هنا لشو قاعد يتعوضه هل يتعوضه لا شير اوكي وفعليا هنا ما فيش عندنا غير الشير اللي بهذا الاتجاه يعني بما انه الفورس في السنتر لو كانت مثلا على طرف راح نحكي غير عن الفورس اللي هون راح يكون في عندنا مومنت يعني ينتج عنه تورك طيب بس فعليا الفورس تبعتنا في السنتر فاذا ما فيش عندنا غير برايمري شير طيب هسا بما انه ما فيش عندنا غير برايمري شير فعليا ممكن نستخدم الجزء التحتاني من تيبل 9-6 بس انا ما بنصحكم تستخدم الجزء التحتاني من تيبل 9-6 عشان يعني احنا البروسيجر سهل وعموما هذا الرقم اللي حاطه يعني حساباته هنا اصلا غلط في الحسابات تبعته يعني هو فعليا الرقم اللي عنده مفروض يطلع 102 كيلو طيب بس عموما احنا ما بيهمنا هو كيف حسب احنا خلينا نحسب يعني بطريقتنا اللي احنا عارفينها طيب فهنا بطريقه الحال نتيجه هذه الفورس والويلدمنت راح يكون فيها شير ستريس شو قيمة الشير ستريس اللي موجود في الويلدمنت الشير ستريس اللي هو برايمري شير وانا فيش غيره بيساوي الفورس اللي هي 70 × 10³ عشان حوالي النيوتن طيب بدنا نقسمها على المينيمم ثروت اريا كمان مره المينيمم ثروت اريا اللي هي زاويه 45 فشو قيمه المينيمم ثروت اريا طيب هذا طوله 50 وهذا طوله 50 فاذا اللينث الكامل 100 اللي هي 50 زائد 50 نضربها في H تبعتنا اللي هي زي ما كنت كاتب لكم هون 10 ملم اللي هي قيمة اللينك نضربها بعد هيك في كوساين 45 اللي هي 0.707 فإذا نقسم هاي بالنيوتن على هذه بالمليمتر بيطلع معنا قيمة الشير ستريس اللي موجود في الويلمنتس بالميجا باسكال وفعليا هاي راح تعطينا تاو قيمتها 103.25 ميجا باسكال طيب فهي قيمة الشير ستريس اللي موجود عندنا في الويلدمنت هسا عشان نتأكد انه سترينث تبع الويلدمنت ساتسفاكتوري مع ايش بدنا نقارن قيمة تاو كمان مرة طالب منا نستخدم الويلدينج كود ميثود فبدنا نقارن تاو مع تاو اللاوبل تاو اللاوبل اما نروح بنطلعها من تيبل 9-6 اللي هو يعني الجزء الفوقاني من التيبل او بنروح على تيبل 9-3 ما في مشكلة خلينا نشوف التيبلز اللي عندنا هنا كمان مرة فاما يعني نيجي هنا على هذا التيبل E70 هاي قيمة اليد سترينث 393 نضربها 393 نضربها في 0.577 وبما انه طالب مننا نستخدم الويلدينج كود نقسمها على 1.6 هسه هاي القيمة المفروض انه تطلع معانا نفس القيمة اللي معطاه في التيبل هذا اللي هي القيمة اللي المفروض تكون هنا اوكي هسه فعليا الكتاب تبعنا القيمة اللي معطاه هنا في التيبل اللي هي بتساوي 145 ميجا باسكال ممكن يعني تحسبوا هاي تتأكدوا مرات يعني تحويل الكتاب يكون فيه خطأ طيب فعموما هاي هي القيمة اللي بناخذها من هذا التيبل فبما انه هذه قيمة تاو اللاوبل 145 ميجا باسكال وقيمة التاو الفعلية اللي عندنا 103 فبما انه هاي اكبر من هاي فاذا نحكي strength satisfactory اذا بدنا نحسب factor of safety بنقسم ال 145 على ال 103 بيطلع معانا قيمة الفاكتور اوف سيفتي بس بدنا نكومنت هنا يعني فعليا هذا الفاكتور اوف سيفتي اوريدي انكلودد جواه 1.6 ديزاين فاكتور تبع الويلدينج كود ميثود طيب نرجع للاكزامبل تبعنا هذا بالنسبة للفقرة طيب اذا كمان مرة ما بدناش نستخدمها عشان تخربط واصلا الارقام اللي هنا خطأ طيب فقرة B check the يعني strength of the attachment بدنا نتأكد هل الاتاتشمنت strength تبعها satisfactory هسه بالنسبة للاتاتشمنت فعليا هنا راح هذه البليت هاي الويلدنج اللي هنا الفورس هذه بدها تحاول تسحب البليت بهذه الطريقة
ففعليا الماتيريال اللي موجوده عندنا هون على البليت البيس متل فعليا هذه الماتيريال تعرض لها شير. فاذا اول شيء في عندنا شير ستريس موجود في البار او في البليت هون منطقه الاتاتشمنت، بدنا نحسب قيمه الشير ستريس اللي موجود هون وهون. طيب فقيمه الشير ستريس اللي موجود هلا وين بدنا نحسبه؟ بدنا نحسب الشير ستريس اللي موجود في البار. طيب فبدنا نقسم الفورس نفسها اللي هي 73 كيلو نيوتن، بدنا نقسمه على الاريا. لاحظ الاريا هنا كما مره يعني هاي المنطقه عليها اللينك، فالاريا تبعتنا اللي هو ال10 ملم اللي هو اللينك كما مره. هاي لما تطلع عليها من هنا راح نكون شايفين المثلث تبعنا زي هيك. طيب وهي البليت عشان تكون متخيلين، بليت تتعرض لتنشن، فاحنا هنا بدنا نحسب قيمه الشير ستريس اللي موجود هنا. هسه هذا ضلع طوله 10 ملم، بدنا نضرب 10 ملم في الطول، الطول 50 و50 100 ملم، فاذا هاي بدنا نقسمها على 100 مضروبه في 10 عشان هون احنا بنحسب الاريا هذه اللي هي الاريا اللي بتعرض لشير في البيس متر. المره السابقه لما حسبنا على الويلدمنت كنا نحسب على ثروت على زاويه 45 زي ما حكينا. طيب فاذا بالنسبه للشير ستريس اللي موجود في المتل هيو حاسبينه هون، قسمنا 37000 على 100 في 10 اللي هي 1000، فبيطلع تاو شير ستريس 73 ميجا باسكال. هذا الشير ستريس اللي موجود في المتل. طيب هسه هاي قيمه الشير ستريس اللي موجود في المتل، شو القيمه ليمت اللي بدناش نتجاوزها؟ فالمتل تبعتنا اللي هي 1050، فبنروح على التيبل اللي عندنا في الكتاب اللي بيعطينا قيمه اليلد سترينث تبع 1050 اللي هو تيبل A20، هذا A18 ارقام قديمه. طيب ف 190 ميجا باسكال هاي قيمه التنسايل يلد سترينث. قيمه التنسايل يلد سترينث ما نقدرش نقارنها مع هذه القيمه، فعليا بحسب الويلدنج كود هو طالب منا نستخدم الويلدنج كود، الويلدنج كود بيحكي لنا تاو الاول بالنسبه للبيس متل تساوي 0.4 مضروب في اليلد سترينث تبع البيس متل اللي هي 67 ميجا باسكال. طيب فهي تاو الاول للبيس متل، هاي قيمه الشير ستريس في البيس متل، يعني فعليا سيف بس قريبه، يعني لاحظ هاي 73 هاي 76 يعني نوعا ما قريبه كريتيكال نوعا ما. طيب شو ضل علينا نحسب؟ هسه هون برضه الافضل نتاكد منه مش راح يصير عندنا فيلير في البليت هون، يعني هاي المنطقه. هسه هاي المنطقه نوعا ما تاثرت بالحراره وفي عندنا يعني ستريسز او ستريس كونسنتريشن موجود هون بسبب الويلدمنت، فبدنا كمان نتاكد انه البليت هاي بتتحمل التنشن اللي عليها. طيب اذا بدنا نحسب النورمال ستريس اللي موجود في البليت، كمان مره اي كروس سكشن في البليت راح يكون فيه نفس القيمه من النورمال ستريس، بس يعني فعليا اضعف منطقه اللي هي المنطقه راح تكون هنا اوكي عشان يعني متاثره بالحام وفي عندنا ستريس كونسنتريشن. طيب فاذا النورمال ستريس اللي عندنا اللي هو الفورس على الكروس سكشن اريا تبع البليت، كروس سكشن اريا تبع البليت اللي هي 50 في سماك البليت 12 ملم، فهي طلع معنا قيمه النورمال ستريس 122 ميجا باسكال. طيب مطلوب منا نستخدم الويلدنج كود ميثود، فهذه ال 122 ميجا باسكال مش راح نقارنها مع اليلد سترينث مباشره، راح نقارنها مع سيجما الاوبل. بحسب الويلدنج كود سيجما الاوبل بيساوي 0.5 في اليلد سترينث، 0.5 في اليلد سترينث بيعطينا 114 ميجا باسكال، وقيمه سيجما الفعليه 122 وسيجما الاوبل 114، فزي ما احنا شايفين سيجما اعلى من سيجما الاوبل، اذا هذه ما هيش ساتسفاكتوري، هو فعليا كاتب ساتسفاكتوري خطا. طيب فاذا هذه ما هيش ساتسفاكتوري وفعليا هذه البليت ممكن يصير فيها فيلير هون نتيجه التنشن. طيب نروح لاخر اكزامبل عندنا اللي هو اكزامبل 9-4. طيب شو في عندنا في هذا الاكزامبل؟ هذا الاكزامبل في عندنا بليت سماكتها 10 ملم، خلينا ننزل على الرسمه. طيب في عندنا هذه البليت سماكتها 10 ملم، هاي معطينا توب فيو، فيعني فعليا هذه البليت محطوطه زي هيك، هذه التوب فيو لما تطلع من فوق.
طيب هذه بليت لحمناها مع الفيرتيكال سبورت. كيف لحمناها؟ هاي في عنا هذا السهم بأشرع هذا الخط بيحكي لنا يعني إنه في عنا فيلت ويلد على هذا الخط وعلى الخط المقابله. فيعني فعليا في عنا خط الحام هنا وخط الحام من وراء من الجهة الثانية. ففعليا يعني الويلد من تبعتنا إذا بنطلع على top view كمان مرة هذه top view فعليا راح نشوفه زي هيك. يعني راح يكون في عنا هنا فيلت ويلد على الجهة الثانية في عنا فيلت ويلد. طيب في عنا two fillet welds زي هيك. طيب فالبليت مفهومها باستخدام خطين الحام تو فيلت ويلز عموديات زي هيك تتعرض لفورس مقدارها 2 او 2200 نيوتن وهذه الفورس بتاثر على مسافه 150 ملم من السبورت او من الويلدمنتس. طيب البليت زي ما احنا عارفين او زي ما حكينا سماكتها 10 ملم وبرضه الويلدمنت اللي مستخدمه اللينك تبعها 10 ملم فيعني 10 ملم فيلت اللي هو يعني فعليا هذه المعلومه هو بحاول يعطيها هون بس يعني فعليا ما بنكتب 10 ملم بنكون حاطين رقم 10 هون. طيب اذا فيلت ويلد اللينك تبعها 10 ملم هذه هي الويلدمنت اللي موجوده عندنا. طيب بقيه المعلومات بالنسبة للماتيريال الماتيريال تبعتنا اللي هي AISI 1018 HR أوكي. فالماتيريال أو البيس ميتال AISI 1018 HR وزي ما حكينا لما نسوي analysis للبيس ميتال حتى لو ما كانتش HR حتى لو كان CD دعنا ناخذ properties راح HR. طيب بالنسبة للويلدينج إلكترود الويلدينج إلكترود اللي مستخدم E6010 طيب فE6010 كمان مرة آخر 2 digits يعني ما لهم إيش significance بالنسبة للسترينج. طيب فهو عبارة عن E60 إلكترود. طيب بحكي لنا ديزاين فاكتور قيمته 3 استخدمه يعني لما الديزاينر سوى ديزاين اختار البارامترز تبعت الويلدينج كان مستخدم ديزاين فاكتور قيمته 3. طيب شو المطلوب هنا في السؤال؟ 3 فقرات. اول شيء الفقره ايه يوز ذا كونفشنال ميثود فور ذا ويلد ميتال فبدنا نحسب الفاكتور اوف سيفتي للويلد ميتال للويلدمنت نفسها باستخدام كونفشنال ميثود. فقره ب بدنا نحسب بالنسبه للاتاتشمنت يعني البيس ميتال كانتليبر بدنا نحسب باستخدام الكونفشنال ميثود والفقره سي بدنا نستخدم الويلدينج كود ميثود. طيب يعني فقرتين A و B طالب منا هون نستخدم الكونفشنال ميثود. الكونفشنال ميثود يعني من غير اديشنال ديزاين فاكتور. طيب خلينا نبلش اول شيء الفقره A بدنا نحسب للويلدمنت والفقره B بدنا نحسب للاتاتشمنت او للكانتليبر نفسها. طيب نيجي نحسب للويلدمنت. الويلدمنت لشو بتتعرض؟ في عنا هنا فورس لما ننقل تأثيرها لهنا هيها راح تكون عبارة عن فورس بالإضافة لمومنت زي هيك. طيب هسا هذا المومنت بالنسبة للويلدمنت هل هو تورك ولا بندنج مومنت؟ كمان مرة الويلدمنت خطين انت عشان تشوف الويلدينج باترن فعليا بدك تطلع من هنا عشان تشوف خطين زي هيك. طيب ففي عندك خطين زي هيك وهي طبيعي الحال يعني هو فعليا اتجاهه مش زي ما نحط لبرا فعليا اتجاهه لجوا. طيب ففعليا المومنت اللي عندنا هي الاكسس تبعه فيعني لو اجينا رسمنا هاي الباترن تبعنا عباره عن خطين زي هيك وهي اكسس تبع المومنت. طيب ففعليا هذا المومنت هو عباره عن بندنج مومنت بالنسبه لهذول الخطين ما هوش تورك عشان يكون تورك بده يكون زي هيك. طيب فاذا هذه الفورس راح ينتج عنها برايمري شير وهذا المومنت راح ينتج عنه سكندري شير بس السكندري شير تبع المومنت السكندري شير تبع المومنت كمان مره برايمري شير دائما هي نفس الايكويشن تاو برايم بتساوي الفورس على الاريا كمان مره الاريا اللي هي المينيمم ثروت اريا صارت 45. طيب السكندري شير في هاي الحاله بما انه يعني ناتج عن بيندنج مومنت نحكي انه السكندري شير تاو دبل برايم بيساوي قيمة المومنت اللي عندنا مضروب في المسافة C على I. طيب شو هي المسافة C؟ المسافة C اللي هي المسافة من
النيوترال اكسس اللي هو فعليا موجود عند السنترويد، وفعليا هاي خطين زي هيك يعني واضح وين اللوكيشن تبع السنترويد اللي هو في نص المسافه. يعني عندنا هون خطين طول كل خط اللي هو بيساوي هذا الدايمنشن 50 ملم، ففي عندنا خطين كل واحد طوله 50 ملم. فاذا المسافه من هنا للسطح العلوي اللي هي 25 ملم، هاي قيمه السي. وفعليا الماكسيمم فاليو للسكندري شير وين راح يكون موجود؟ راح يكون موجود على هذول النقطتين اللي فوق، وبرضه نفس القيمه على هذول النقطتين اللي تحت. طيب اذا قيمه المومنت اللي هي الفورس في هذا الديستانس 150 ملم، هاي قيمه المومنت. السي اللي هي المسافه من نيوترال اكسس لهاي النقاط اللي فوق او هاي النقاط اللي تحت، هي نفس المسافه 25 ملم. طالع علينا اي. I اللي هو المومنت اوف انرشيا لهذول الخطين، فعشان نطلع قيمة I بنروح على التيبل اللي عندنا في الكتاب اللي هو هون تيبل 9.2 اللي بيحكي عن البندنج. خلينا نرجع تيبل 9.2، هاي تيبل 9.2. طيب هسا فعليا كمان مرة لما بدنا ناخذ من هذا التيبل بدنا ننتبه شو الكونفجريشن اللي عندنا. الكونفجريشن عندنا خطين وهذا اتجاه المومنت فيكتور، ففعليا هذه الكيس تبعنا. يعني لاحظ هذه الكيس على افتراض انه هاي خطين هاي المومنت فيكتور افقي زي هيك، احنا فعليا عندنا خطين عموديات زي هيك والمومنت بهذا الاتجاه. طيب فاذا هذه هي الكيس تبعنا. طيب فبالنسبه ل IU اللي هي ببساطه D to the power 3 على 6 و D اللي هي طول الخط الواحد اللي هو 50 ملم. فاذا خلينا نرجع لحساباتنا. اذا زي ما احنا شايفين IU هاي تطلع قيمتها في مليمتر تو ذا باور 3، نضربها في H اللي هي 10 في كوساين 45 هي 0.707، فبيطلع معنا I مليمتر تو ذا باور 4. طيب هسه هيك جاهزين نحسب برايمري شير وسكندري شير. طبيعي A هون اللي هي ثروت اريا اللي هي ببساطه يعني ممكن نطلع الايكويشن من التيبل او لحالنا 50 و50 100 مليمتر مضروب في 10 اللي هو الاتش مضروب في 0.707 فتطلع هذه الايه. طيب فعلا برايمري شير فورس على ثروت اريا هاي قيمه برايمري شير 3.1 ميجا باسكال. سكندري شير ام في ار على اي، وهي حصلنا قيمه سكندري شير اللي هو 56 ميجا باسكال. طيب هسه مهم جدا ننتبه للاتجاهات. نرجع للرسم اللي عندنا هون. طيب برايمري شير كمان مره ناتج عن هذه الفورس، هذه الفورس اتجاهها لتحت، فاذا يعني امتداد التو لاينز البرايمري شير اتجاهها لتحت. طيب بالنسبه للسكندري شير، السكندري شير ناتج عن المومنت، المومنت هون بعطينا تنشن وهون بعطينا كومبريشن. هسه فعليا احنا في عنا نحكي عن تنشن وكومبريشن، بس فعليا تنشن وكومبريشن احنا حولناها من نورمال ستريس لشير ستريس. هسه فعليا الشير ستريس اللي عندنا هو مايل لبرا بزاويه 45، يعني لو نيجي نرسمها هون على التوب فيو السكندري شير يعني مش راح يكون اتجاهها زي هيك، راح يكون زي هيك مايل بزاويه 45 ماشي، يعني مايل بزاويه 45 لبرا، بس بالمحصله الفورس افقيه. ففعليا السكندري شير يعني هي عباره عن فورس افقيه، والبرايمري شير او يعني عباره عن ستريس افقي، وهذه عباره عن ستريس عمودي. فالزاويه ما بين برايمري والسكندري 90 درجه. طيب فاذا بما انه الزاويه اللي عندنا هنا بينهم 90 درجه، فالريزلتنت تبع البرايمري والسكندري اللي هو ببساطه برايمري سكويرد زائد السكندري سكويرد تحت الروت، فهذه قيمه الريزلتنت شير ستريس، وهذه فعليا قيمه الماكسيمم. وين موجود هذا الماكسيمم؟ هذا الماكسيمم موجود عند هاي النقطه، هاي النقطه، هاي النقطه، هاي النقطه. هذه النقاط كلها عليها ماكسيمم شير ستريس. عند يصير فيلير في الويلمنت راح يبلش من عند هذه الكورنرز. طيب حسبنا قيمة ريزلتنت ماكسيمم شير، هسه بدنا نحسب الفاكتور سيفتي عشان نتأكد يعني إذا سترينث ساتسفاكتوري، وهنا حكى لنا نستخدم التراديشنال ميثود مش الويلدينج كود ميثود. فالتراديشنال ميثود بنروح على تيبل، هذا التيبل اوكي، بنطلع قيمة اليلد سترينث لل اي 60 اللي هي 345، ال 345 بنضربها
في 0.577 عشان نحولها من تنسايل يلد سترينث لشير يلد سترينث، ونقسم الشير يلد سترينث على تاو، فطلع الفاكتور سيفتي 3.55 والديزاين فاكتور كان مطلوب 3. فبما انه الفاكتور سيفتي اكبر من الديزاين فاكتور فاذا ساتسفاكتوري. طيب اذا سترينث تبع الويلدمنت نفسها ساتسفاكتوري. طيب هسه الشغله الثانيه اللي مطلوبه يوز ذا كونفشن ميثود فور ذا اتاتشمنت الكانتيليبر. طيب فبدنا نحسب الستريس اللي موجود في الكانتيليبر. كم مره الكانتيليبر هاي ملحوم من هنا ومن هنا. طيب وفعليا اعلى قيمه من ستريس في الكانتيليبر بين راح يكون يعني في هذه المنطقه. فببساطه بدنا نحسب قيمه البندنج ستريس اللي موجود في الكانتيليبر بيم، اعلى قيمه للبندنج ستريس موجود هنا عند نهايتها اللي هي يعني المنطقه اللي هنا اللي داخله جوا الفليت ويلز. طيب هنا ببساطه بنحسب قيمه البندنج ستريس في كانتيليبر بيم. ف ايكويشن سيجما بتساوي ام سي اوفر اي. كم مره يعني هون احنا بنحسب بندنج ستريس في البيم نفسها. طيب المومنت كمان مره اللي هي فورس في الديستانس لهنا، سي كمان مره هاي نيوترال اكسس المسافه من هنا للسطح اللي هي كمان مره 25 ملم، واي بدنا نحسب المومنت انيرشيا للبيم كروس سكشن. طيب البيم الكروس سكشن تبعها اللي بنشوفه لما نطلع من هنا كروس سكشن مستطيل ارتفاعه 50 ملم، فكمان مره يعني بنطلع عليها من هنا راح نشوف زي هيك ارتفاع 50 ملم والثيكنس تبعها اللي هو 10 ملم. فاذا اي 1 على 12 بي اتش كيوب، البي تبعتنا اللي هي 10 والاتش تبعتنا اللي هي 50. فهذا بعطينا المومنت انيرشيا للبيم كروس سكشن. فخلينا نطلع على الحساب تبع الاتاتشمنت. وين هالفقره بي؟ طيب هاي الفقره بي الايكويشن تبعتنا اللي هي ام سي اوفر اي. فزي ما حكينا التعويض فهي بيطلع معنا قيمه الماكسيمم بيندنج ستريس في البيم 79.2 ميجا باسكال. طيب هاي القيمه مع ايش بدنا نقارنها؟ بدنا نقارنها مع اليلد سترينث تبع الماتيريال تبعت البيم. الماتيريال تبعت البيم اللي هي 1018 اتش ار من تيبل اي 20. قيمة الالتيميت سترينث 400، بس بعدين احنا ما بنقارن مع الالتيميت سترينث، احنا بنقارن مع اليلد سترينث. فاليلد سترينث تبعنا 220، فبنقسم اليلد سترينث على النورمال ستريس الماكسيم نورمال ستريس، فبيطلع الفاكتور سيفتي هنا 2.78. طيب هسه 2.78 اقل من 3، ففعليا هذه نوت ساتسفاكتوري. ففعليا في حاله زي هاي الفيلير راح يصير في البيم نفسها، اوكي، في منطقه الاداء. طيب فإذا هذه not satisfactory. هاي الفقرة دي شوف الفقرة الأخيرة. طيب طالب مني نحسب الفاكتور سيفتي للويلدمنت باستخدام الويلدنج كود ميثود. طيب بالنسبة للويلدمنت هسا قيمة الماكسيمم ستريس هي اوريدي محسوبة. هسا الفرق انه هنا طلب منا نستخدم الويلدنج كود ميثود عشان نحسب الفاكتور سيفتي، يعني قيمه ستريس ما فيش عليها تغيير. التغيير بيكون انه بدنا نستخدم التاو الاول بحسب الويلدنج كود ميثود. التاو الاول بحسب الويلدنج كود ميثود اللي هي اليلد سترينث تبع اليلد سترينث تبع الويلدنج راد في 0.577 77 في اليلد سترينث على 1.6. طيب ففعليا هاي القيمه اللي هي 124 اللي هي اليلد سترينث في 0.577 في 1.6 ممكن نحسبها زي هيك او نطلعها مباشره من تيبل 9.6. فهو قسم هاي على هاي وفعليا رد ضرب يعني 1.6 عشان بيحكي انه اوريدي في ديزاين فاكتور قيمته 1.6 انكلودد، وطلع يعني نفس الجواب تبع الفقره هاي. بس يعني فعليا لا، اذا بدك انت تستخدم الويلدنج كود ميثود بدك تنسى ال 1.6 اللي هم حاطينه. ال 1.6 اللي هو حاطينه باي ديفولت، فانت بدك تشتغل على الفاكتور سيفتي تبعك بالاضافه لديزاين فاكتور اللي انكلودد. فيعني هون بس بدي اورجيك انه
بما انه included هي ممكن نحكي انه نفس النتيجة بس الاصح لا. اذا احنا شغالين على الويلدنج كود مثلا بنقسم ال 124 على 56 ونحكي هذه هي قيمة الـ Factor of Safety. فإذا إذا احنا شغالين بحسب الـ Welding Code Method ممكن نحكي إنه هنا Not Satisfactory عشان الـ Factor of Safety راح تطلع قيمته أصغر من 3. طيب إذا هيك نكون خلصنا من هذا الـ Example وخلصنا من Chapter 9.